تمام. طبعا احنا في الظروف دي طبعا الاونلاين ليرنينج انا حاسس ان خطوة كويسة وانا استفدت منه كتير، بغض النظر ان في ناس بتبقى منظرها بالشكل ده، انا حاسس ان انا منظري شكل ده قدام غيري تستحملوني بقى. الاو سي تي اكيد عندنا كل واحد عنده في العيادة او في براكتس او اتعامل اصلا مع الاو سي تي، والاو سي تي بابيلا دي حاجة أنا شايفها بصراحة مفيدة جدا، موجودة بنستخدمها في الأغلب مع العيانين اللي هو الجلوكوم، لكن هو ليه فوائد تانية أو أبلايز تانية في النوت أو نون جلوكوماتوس أوبتيك ديزيزز. هو باختصار الجهاز ده، دي الصورة مشهورة جدا في التعريف بالجهاز بتاع الاو سي تي، هو بيبقى فيه سورس اوف لايت بيطلع ويف لينث لايت بويف لينث معين. لو انا هحاول اعمل بس بوينتر، ليزر بوينتر، ده اللايت سورس وبيعدي من خلال الميرور، دي بتبقى في النص وبتعدي بعد كده بتخش على الاي، كمية اللايت اللي عدى هنا بيروح لريفرنس ميرور هنا بتبقى موجودة هنا، واللايت اللي من الريفرنس ميرور ومن الاي بيرفلكت وبيدي وبيرجع تاني في حاجه اسمها سبكتروميتر او الديتكتور، وده بي على حسب التيشوز الابزوربشن والريفلكشن بتاع اللايت ده بيبريزنت الصوره اللي احنا عارفينها للاو سي تي او الاو سي تي بابيلا عموما. طيب في كذا شركة، في هايدلبرغ، في ناس عندها تسايس، توبكون، اوبت فيو، كان في جينيريشن قديم اسمه تايم دومين، ده دلوقتي اعتقد انه مش موجود. السبكترال دومين ده عند معظم الناس وده صورته احسن واوضح. طبعا ماليش اي فاينانشال ديسكلوجر، احنا عندنا في العيادة توبكون انا شايفه جهاز هايل. طبعا هايدلبرغ في عاملة اجهزة كويسة للتسايس برضو نفس الكلام. لو انت عندك، احنا عندنا في الاول وفي اول نيابتي كان في مشكلة عندي مع الدياجنوستكس عموما، كان في سورسز للاو سي تي انا اي دو ريكومند في اليوتيوب، في فيديوهات للدكتور عادل عبد الشفيق ده عامل فيديوهات مبسطة وسريعة وهاو تو ريد وهاو تو جايد الاو سي تي، ومش كبيرة حتى في المساحة. لو عندك اطلس، في اطلس للاو سي تي والجلوكوم ده من شركة سايس هي اللي عاملاه، ده شايفه كويس، في صور كويسة جدا وفي حالات كتيرة جدا، وبيتكلم في العموم على الاو سي تي والجلوكوم والابلايز بتاعته في حاجات تانية، وازاي تكسكلود او تنهانس الدياجنوز بتاع الجلوكوم. الاو سي تي ورك شوب، وده اللي انا بصراحة اللي خلاني اعمل البرزنتيشن دي، انا كنت حضرت ورك شوب في هامبورغ، كان مبسط برضو، كان بيخلي له يعني ازاي تكومنت على الاو سي تي، يعني كويك جايد كده ان انت ازاي هتبص ايه، هتبص ايه السيكونس اللي هتبص بيه فيه وهتكومنت على ايه في الاو سي تي، وات شود بي اكزامند. احنا في ال في 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 ان انت عايز تدياجنوز او عايز تاكسكلود اوبتيك ديسك ديزيزز، وفي الاغلب بيبقى جلوكوم، لكن فيها النون جلوكوماتوس ممكن من خلال الاو سي تي بتستبعدها او بتاكدها. انت هتبص هنا او الجهاز بيبص على 3 حاجات في الريتنا، اول حاجه اللي هي الاوبتيك نيرف هيد اللي انا بشاور عليه ده، بعد كده هو بياخد زي سكان كده بيحسب السنتر هنا وبياخد سكان 3.4 ملي حواليه، وبيعمل حاجة اسمها او بيقيس حاجة اسمها الريتينال نيرف فايبر لاير. تالت حاجة
واعتقد ان ليها اهميه كبيره جدا في الايرلي دياجنوستيك دياجنوز للجلوكوم اللي هي الجانجلين سيل كومبلكس. والكومبلكس ده متكون من الانترنال ليميتنج ميمبرين والجانجل والنير فايبر لاير والجانجل سيل لاير. طيب الفاليو بتاع الاو سي تي زي ما قلنا اللي هو جلوكوماتوز والنون جلوكوماتوس اوبتيك تشينجز. طبعا في ليميتيشنز في كل لكل حاله لان هي بتعتمد على نورمال اناتوميكال فايندينجز ومش كله موجود عند كل الناس. فان انت دياجنوز لوحده بالاو سي تي دي يعني ليها ليميتيشنز كتير، بس انا شايف اهميته الكبيره جدا جدا بالاعتبار ريجاردنج برضو الدياجنوستيك اللي هو ديزيز بروجريشن. ان انت حتى لو شايف ان ده ليه ليميتيشنز او حاسس ان الفايندنج دي مش ريلايبل قوي، انت ممكن تاخد الفايندنجز دي وتتابعها بعد كده، واما بتتغير يبقى ده في ديزيز بروجريشن. تالت حاجه شايفها فاليو جدا فاليبل جدا في الاو سي تي ان هو ريبروديوسبل. كل شويه بتطلع ستاديز معينه بتقيس بارامترز زي ما هنشوف دلوقتي. والبارامترز دي طب ايه هاو ماتش سنسيتيف وسبيسيفيك للديزيزز دي، وأهميتها برضو إن هي بتبقى النيوميريكال. يعني دي حتى بتقدر تتحدد أو الميني تشينجز اللي بتحصل دي ممكن to be detected. طيب ده طبعا كلنا عارفين البرنت اوت ده من شركة الجهاز كان سايس. ايه هنبص على ايه دلوقتي؟ نخش على المهم. في حاجة طبعا بعد ما تدخل البيشن داتا والايدج ده مهم جدا لان الجهاز ده بيعتمد على في ريفرنس نورمال ريفرنس، والنورمال ريفرنس ده ريليتد للايدج. فانت لو مدخل الايدج غلط يبقى انت ما عملتش حاجة، ما استفدتش حاجة. البيشن ديتيلز النيم والنيم والتاريخ الميلاد وكل الحاجات دي. بعد كده في حاجة مهمة بتأكد لك الكواليتي بتاع الدياجنوستيك ده اللي هو السيجنال سترينث. وكل ما يبقى عالي كل ما يبقى الفايندنج ده ريلايبل. كل جهاز وكل سوفت وير ليه سيجنال سترينث انت لازم تبقى عارفه. وحتى في أجهزة الأرقام طبعا هتبقى كتيرة ما حبيتش أقولها، بس في أجهزة بتمارك السيجنال سترينث ده لو هو قليل. يعني بتبقى مارك ريد مثلا لو هو فيري لو، لو هو مش ريلايبل أو بتبقى يلو، لكن لو جرين أو معلهوش أي مارك يبقى ده ريلايبل. طيب دي أول حاجة لازم تبص عليها. تاني حاجة دي كنت عايز اوضحها ان حتى الريس بتدخل، يعني انت لو شغال في يوروب مثلا بتدخل هو كوكازيون، لو اسيا لو في اسيا يبقى ازيان، لان المين الريتينال فايبر لاير والسيكنس ده ليها برضو ريس ديبندنس. يعني في كل ريس بيبقى ليه افريج معين، وده لقاها الجهاز في النورمال داتا اللي جمعها. طبعا السايز اوف اوبتيك ديسك تو بي كونسيدرد هو بيقيس 3.4 مليمتر فروم ذا سنتر. كل ما كان البابيلا كبيره، لو احنا هنتخيل ان البيري بابيلر اريا دي هي بيبقى فيها اكتر تجمع للنير فايبرز، فكل ما البابيلا تكبر واحنا مثبتين ال 3.4 ملم فهيقيس على اريا فيري ثيك للنير فايبر لير، فبيطلع الداتا
عالية أو الفاليوز بتبقى عالية، والعكس صحيح لو البابيلا صغيرة بتبقى أصغر، والنير فايبر لير هو بياخد مساحة، بياخد اريا أكبر من الـ من الـ من التجمع بتاع النير فايبر لير، وبيقيس عليها فبتديك الداتا لو شوية. ف to be considered الاوبتيك ديسك سايز. والاكس اللونج اكس يقال ان كل ملي انكريز في الاكسيال لينس بي اكامد باي 2.2 ميكروميتر ريدكشن في النير فايبر لير. طيب تاني حاجة نبص عليها اللي انا بشاور بيه ده اللي هو السيكنس ماب والديفيشن ماب، ببص عليهم مع بعض. ده بتبقى الرايت اي ليفت اي، وحتى هنا متوضحه. في حد اتكلم؟ طب اكمل. السيكنس ماب ده هتعلق عليه ازاي؟ ان هو بيبقى منظره زي الباترفلاي، الباترفلاي وينج. ولو واحد لو انت خدت خط في النص هنا بتلاقي الالوان اللي هي الهوت كولرز اللي فوق الخط ده واللي تحته في الاغلب بتبقى زي بعض، وده بيقول لك ان الفايندنجز دي نورمال او ما فيهاش اي ريليفنت باثولوجي. بتبص على الكولر هارموني زي ما قلت. ده بالنسبة للثيكنس ماب. الثيكنس ماب برضو بتوضح لك حاجة تانية، لو في أي فلوترز أو أي حاجة أو الصورة مهزوزة زي ما موجود هنا، ده يديك هنت لا الدياجنوستيك ده يفضل يتعاد علشان يبقى مور ريلايبل وتقدر تحكم عليه. لكن لو في فلوترز أو أي شيء مأثر عليه اوبتيكال اوباسيتيز يفضل تعيده تاني علشان ممكن يبقى الصورة أوضح في المرة التانية فتقدر تحكم عليها. الديفيشن ماب ده ديفيشن من النورمال، بمعنى إن هو بياخد دي الصورة اللي هو أو السكان اللي هو واخدها، والمفروض إن أي ديفيشن from النورماليتي بي بي بيعملها لك بي بي بتبقى بيكسلد كده سواء فوق هنا او تحت بصورة معينة او زي ما موجودة هنا مثلا، بس دي طبعا علشان نوت ريلايبل علشان في ارتفاكت هنا فمديها لك زي بوتش حمراء كده، فدي ديفيشن فروم الابنورمال. واول ما بتلاقيها دي بتنبهك ان انت لازم تبص تاني على السيكنس ماب وتكوريليت الابنورماليتي. طبعا السيكنس ماب لو ابنورمال بتلاقي مثلا زي سبايك هنا او اي ديفكت زي صباع مثلا من اللون الاخضر من اللون الازرق جوه الباترفلاي وينج، فده يديك ان هو ده لا ده في نيرف فايبر ديفكت، وهتلاقيه كوريليتد هنا مع الديفيشن ماب. الحاجات اللي تحت دي او الصور اللي تحت دي بتوريك الكواليتي اوف البيكتشر اللي هو واخدها، بيبقى راسم على الانترنال ليميتنج ميمبرين راسم خط احمر. الخط الاحمر ده يفضل يبقى كونتينيوس وماشي هارمونيكال، يعني مش مفيش اي سبايكس او اي منحنيات كده يقول لك لا البيكتشر دي البيكتشر تيك دي فيها مشكله لا لازم تعيدها وبينبهك ليها. ده بتبقى هوريزونتال وده بتبقى فيرتيكال وده سيركولار توبوجرافي، يعني ده حوالين الاوبتيك ديسك. طب هنبص على ايه تاني؟ يبقى ده اللي هنكومنت عليه في السيكنس ماب والديفيشن ماب. البترفلاي ابيرنس، الديفيشن ماب هاو ماتش فروم الابنورماليتي ديفييتد وكوريليتد بالثيكنس ماب ولا لا. الار ان اف ال والريم بنبص عليهم في الكيرفز دي،
ده الكير ده الار ان اف ال بيسموه دبل هامب، واخد زي اتنين جبلين كده، وده اكنه فارد النير فايبر لاير على بروفايل. هو بيبدا يقيس من التمبرال وبيتحرك ناحيه السوبيريور، بعد كده نيزل، بعد كده انفيريور، وهكذا في الناحيه في العين الشمال. وبيرسمها لك كده على صوره، على كيرف، والكيرف ده بلوتد بالكالرز دي. الكالرز دي يعني علشان الابنورماليتيز والبروبابيليتيز. الكالر جرون ده 95% للبروبابيليتي، يعني ده نورمال. اما بيقرب من اليلو كالر ده يبقى البروبابيليتي قلت شويه، بقت 5%، ولو في اللون الاحمر ده بيبقى اقل من 1%. وهنا برضو نفس الكلام اللي هو الريم. انت هتعلق على ايه بقى؟ الدبل هامب ده لو انت شايفه، ده بيديك انطباع وامبريشن ان النير فايبر لاير ده كويس. بتعلق على تي اس اسنت اللي هو التمبرال سوبيريور اسنت، او زي ما بيقولوها في الالمان ابشتيك انشتايد. هل هو هارمونيكال ولا لا؟ يعني هل اللاين ده ماشي سموث كده فوق، واخد البيك ونازل، ولا في سبايكس فيه؟ والسبايكس دي بيسموها نوتشت. يعني لو في نوتش يبقى انا شايف التي اس ديسين ده هارمونيكال، ونوت نوتشت يبقى ده نورمال. السوبيريور بيك بعلق بشوف الامبليتيود بتاعه نورمال ولا ريديوست. الانفيريور بيك يبقى هنا برضو الامبليتيود ريديوست ولا نورمال، والانفيريور تمبرال ديسنت هارمونيكال ولا لا، وفي نوتش ولا لا. ودي ما بتبقاش ريلايبل قوي اكتر زي التي اس اسنت من ناحيه النوتش. يعني لو انت شايف لو فولفيلت البارامترز دي في الكومنت بتاعك، يبقى انت عملت كومنت كويس على الار ان اف ال لاير. طيب الريم هو بلوتد بطريقه برضو على نفس الكيرف ده، بيبقى بيقول لك الريم ده النير فايبر ريم، او الريم بتاع الديسك. هل هو في النورمال فاليوز ولا فلاتند وقريب من الريد كولر، يبقى ده في نيرف ريم لوست. طيب هنا برضو هتلاقي اتنين كيرفز، واحد دوتد واحد كونتينيوس. هو بيحط لك الرايت والليفت اي، وبتشوف هل التشينجز او البيهيفير بتاع الكيرفز في الرايت والليفت اي سيميتريكال ولا لا، وبتقارنها بالسيكتور ماب. هو بيفردها لك هنا على بروفايل، وبعد كده بيحطها لك على سيكتور ماب بنفس الكالرز عشان تقدر تديتكت التشينجز بطريقه اسرع. طيب اخر حاجه بتبص عليها اللي هو التيبل ده. التيبل ده في النص بيقول لك الديسك اريا ميجرد قد ايه. طبعا من شخص للتاني بتختلف. من فوق بيبقى النير فايبر لاير والريم اريا، وتحت الديسك تشينجز برضه بلوتد او بتبقى كودد كالرد كودد، علشان لو هي اب نورمال من النورمال فاليوز او في ابنورماليتي بيبقى بيوضحها لك بلون مختلف، غالبا بيبقى لون احمر لو هي فيري ابنورمال. هنا في السيمتري، كل ما الار ان اف ال سيمتريكال ده بيديك انطباع ان الميجرمنتس دي نورمال. طيب
تاني حاجة اللي هي الجانجلود سيل كومبلكس، بيسموها ليها ابيرنس واضح جدا اسمها الماكولا دونات. ده بيبقى اورنج وما بيبقاش فيه ديفكتس وبيبقى راوندد. ده النورمال. لو في اي باثولوجي فيه بتلاقي الدونات ده كأنه متاكل يعني. في غالبا بيبقى لو بنتكلم على حالة جلاوكوم، الانفيريور بارت من الدونات ده بيبقى متاكل وبيبقى ازرق، فلا يبقى ده باثولوجيكال فايندينجز، وده تقدر تقول لا ده فيه جلوكوماتوس تشينجز او ايرلي جلوكوماتوس تشينجز تو بي كونسيدرد. طيب ده على الشمال هنا في دي حاله سيفير جلوكوم. في بوينت معينه كده او ايشو معين لازم نبقى متفقين عليه، النير فايبر ليه عمره ما يبقى زيرو يعني. في لو يعني هو اكتر حاجه بيبقى فيه عمر ما بيبقى اكتر من زيرو يعني. فلو هو very lost مش هتلاقي رقم صفر ده خالص في الفايندنجز بتاعتك. طبعا هنا ده جلوكوماتوس ديسك. لو هنا هنشوف السيكنس ماب والديفيشن ماب، هنا very very pathological. هنا مفيش حتى الباترفلاي ابيرنس. هنا الديفيجن ما في البوتش الحمراء دي ديفييتد من الابنورمال على الناحيتين. الكيرفز عندك كلها فلات، وحتى اما تبقى بي بلوتد في السيكتور ماب وال بيسموها الاور كلاس ماب برضو كلها داخله في اللون الاحمر. ده بيديك انطباع ان الفايندنجز دي ادفانسد جلوكوماتوس. ولو انت العيان لاول مره داخل لك بالصوره دي ما فيهاش اي لازمه ان انت تعيد له الاو سي تي. انت لازم تخلي الميجرمنت بتاعت التريتمنت بتاعتك على اعلى يعني اعلى حاجه، لان العيان ده سيفيرلي افكتد. وده هنا لو انت هتحب تقارنها ما بينها وما بين النورمال فاليوز، هنا الثيكنس ماب مختلفه طبعا، والديفيشن ماب نفس الكلام، والكيرفز مختلفة تماما. هنا الدبل هامب، هنا مفيش خالص دبل هامب، ده كله فلات او ماشي حتى فاست هوريزونتال. طيب اخر حاجة اللي هي الاوبتيك نيرف هيد. الاوبتيك نيرف هيد ده في اندكس جديد في السبكتراليس اس دي او سي تي OCT، بيسموه المين او المينيمم ريم ويدث، وبتبقى بي بلوتد. مش ما بتبقاش للاسف موجوده في كل الاجهزه، بس ليها كلاسيفيكيشن معين، والكلاسيفيكيشن ده بيبقى حاطته لك مقسمين الاوبتيك نيرف هيد ل ست سيكتورز، وبيقارنها بالابنورمال بالنورمال داتا. وطبعا كل ما تبقى في الجرين كالر دي بتبقى نورمال، لو افكتد بتبقى بتبان في صورة الريد كالر هنا او اليلو كالر لو هي البروبابيليتي في يعني مش أكيدة قوي. وده بي الدياجنوستيك سنسيتيفيتي بتاعت الفاليو دي، لو انت عندك المين جلوبال ده موجود في النص، تبقى دايره معرفش شايفينها ولا لا، الدايره اللي في النص ده بيسموها المين جلوبال. الفاليو بتاعت المين جلوبال والانفيريور تمبرال مين مينيمال ريم ويدث لو هي افكتد، يبقى الاوبتيك ديسك ده ديو تو جلوكوماتوس تشينجز، وده في الايرلي ستيج وتقدر تعتمد عليها وتقول العيان ده او تحدد مع العيان ده خطه علاج للجلوكوما. دي ستادي بصراحة قريتها بالصدفة في مجالنا كده بيسموها
ophthalmologische Zeitschriften. بيوريك قد ايه ال OCT ده very reproducible وال وال يعني حتى الحاجات اللي هي بتبقى بره او limited فيها ال OCT او انت ما تقدرش تحدد فيها زي مثلا الهاي مايوب او التلتد ديسك بيبقى تشالنج جدا لل OCT. ففي ستاديز قالت ممكن برضو يعني don't give up مع العيان ده ممكن برضو تعمل له OCT هتستفيد من حاجة هم لقوها significant في الدياجنوستيك ان انت تحدد الديفكتس على الليفل بتاع اللامينا كروبوزا وده في الصورة هنا مبين اللامينا كروبوزا بتبقى بورت كده وبتبقى صغيرة لو هي عندك ديفكت كبير انت ممكن تاخد البارامتر ده كريفرنس ليك للعيان اللي هو الهاي مايوب او العيان اللي هو بتاع الدلت الديسك ومش عارف الجلوكوما بتاعته بروجريسيف بتبروجريس ولا لا تقدر تاخد البارامتر ده وتعيد الاو سي تي في الفتره في الفولو اب على حسب بقى بتعمله بعد 6 شهور او سنه وتقدر تفولو اب ذيس بارامتر ولو حاسس ان الديفكتس دي بتزيد كحجما او كعددا فممكن يقول لك ان ده العيان ده لا في بروجريشن للديزيز ده وتو بي كونسيدرد ولازم تغير خطه علاجك لو انت هتبدا تعالجه. طيب دي البرنت اوت اللي بيجي لك في الاخر ده اخر حاجه تقريبا او قبل الاخير انت بتبص على ايه؟ هتبص لازم تتاكد ان الداتا بتاعت العيان ماشيه كويس يعني يعني داخله صحيحه يعني كلها 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 كوريكت وال ده تطمن ان هو لو انت بتعمل فولو اب انه بيبقى نفس البروجرام علشان لو انت بتعمل عملت صوره تانية لنفس العيان على بروجرام تاني ده الفايندنج ده مش ريلايبل لو انت عايز تقارنه بالفايندنج لاب لازم يبقى كل الفايندنجز بتاعتك نفس البروجرام يبقى هتبص على الداتا بتاعت العيان البروجرام يبقى هو تالت حاجه الثيكنس الثيكنس ماب والديفيشن ماب تبص عليه من بصه اللي بيبقى الباترفلاي ابييرنس في ابنورماليتي او ابنورمال ابنورمال ديفيشن بعد كده بتبص على الكيرف اللي هو التي اس ان تي كيرف بيسموه تي اس ان تي كيرف في دبل هامب ابييرنس وسيمتريكال ولا لا اسيمتري ده warning ساين لازم العيان ده يتبص عليه كويس وتعرف ليه سبب ايه سبب الاسيمتري تبص على الريم وتشوفه في النورمال فاليوز ولا لا وبرضه لو انت حابب تبص على السيكتورز تاني لو انت بتتابع العيان ده حسيت ان في سيكتورز بدأت تزيد في الديفكت لا العيان ده بيبروجريس ولازم تو بي كونسيدرد اخر حاجه تبص عليها الجانجل سيل كومبلكس بتشوف الدونات شيب هل الاورنج والسيركلر وفي اي باثولوجيكال تشينجز يبقى بتشوف الباثولوجيكال تي انفيريور ولا سوبيريور اخر حاجه الامبورتنت ايشوز لازم تبقى بتاخدها هنقولها تاني السنجل السيجنال سترينث تو بي تشيكت لازم السيجنال سترينث عشان الفايندنج ده يبقى ريلايبل لازم يبقى عالي ذا سيم او سي تي باي فولو اب كل ماشين ليها سوفت وير للديتكشن فما تلخبطش وتدخل عين على كذا ماشين على ماشينز مختلفه وتقول انا بعمل له فولو اب لازم الفولو اب بنفس الماشين علشان تقدر تحدد البروجريشن الاو سي تي ده ما يغنيش عن الكلينيكال اكزامينيشن والاذر دياجنوستيك وخصوصا لو انت بتعين جلوكوماتوس ده لازم ال بي بي تو كونسيدر الاذر دياجنوستيك زي ال البريمتري والفاندس اكزامينيشن والبريشر الانترا اوكولار بريشر لكل بارامتر في limitations to be considered يعني ال RNFL وال MRV اللي هو المينيمال ريم ويتس والجانجل سيل
كومبلكس، كل بارامترز ليها ليميتيشنز، دي تو بي ديتكتد وانت بتعمل له كلينيكال اكزامينشن فول اسسمنت. زي مثلا لو انت لو العيان عندك في دروزن ماكولا او في دروزن بابيلا، الفايندنجز دي كدياجنوستيك مش ريلايبل قوي. If you cannot take it as a diagnostic, consider it as a prognostic. دي آخر كلمة عايز أنهي بيها المحاضرة دي. الفائدة الـ OCT لو أنت حاسس إن اللي فيه limitations بكل التصورات بكل الـ يعني فيه limitations اللي أنت تدياجنوز العيان ده، تقدر تاخد الفايندنجز دي وتتابعها، ولو لقيت فيها تغيرات ممكن to consider it as a progression. بشكركم جدا. نعم نفسي بقى unmute دلوقتي لو حد عنده أي أسئلة. اتفضل أحمد. الصوت واطي، علي صوتك. السلام عليكم دكتور محمد، على المحاضره الجميله، يعني سهله وبسيطه ويعني شامله. انا بس في كام كومنت، لو تقدر تجيب صوره او سي تي مثلا، او الكومنت صوره او سي تي اقويها مثلا. ماشي، تحتها الفلير. ماشي تمام. كنت بس عاوز انوه ان لو خدنا بالنا في الديسك اريا هنلاقيه بكري في ال ماشي، اللي هو البوكس اللي فوق هتلاقيه طول الوقت ديسك اريا بالجراي باللون الرمادي. دي حاجه الواحد اتعلمها، ان الجراي دوت طول الوقت مش هيتغير، مش هيبقى مثلا جرين، مش هيبقى احمر، اي حاجه، لان دوت مختلف من شخص لشخص. فبالتالي اصلا هو مش موضوع اناليسيس خالص، هو موضوع انفورميشن. مش ابنورمال ونورمال فيه. صح، نقطة نقطة صح، أنا نسيت أنوه عليه. صح. النقطة الثانية إن بقى طبعا دي حتة الحلوة أو الجديدة في آخر اللي أنت جبتها بتاعت الميوبيا، لأن في بعض الشفات أصلا ما لما بيلاقي الـ OCT بتاع الميوب كله أحمر وبتاع ما بيبصلهاش أصلا، بيقول لا، هو حتى الآن الـ OCT مش ناجح في الميوب بيشنت. فنقطة جميلة حتة الريفرنس أنت قلتها ديت، مع إن إحنا هو الحاجات دي كلها هيشتغلوا عليها. يعني هو حتى لو انت، انا جبت لك الصوره تاني، سبلايبت فيتامين بروسن ستوديان مت لانجرام بي اوباختون سايت رومت بروفن. يعني الفكره انا عايز اوصل المعلومه ان الاو سي تي ده فيري ريبيوسبل، وهيبقى فيه ابلايز عليه كتيره. يعني دي يعني زي يعني صوره من الصور دي. يعني الليميتيشنز انت زي ما قلت، ان في اي عيان ميوب، اي عيان تلت الديسك، لا الاو سي تي ده برميه ما ببصش عليه. لا، هو ممكن ناخده في الاعتبار، لو احنا خدنا البارامتر ده بتاعه هو ده البارامتر اللي هنبص عليه، ممكن نعتبره ريلايبل، حاجه ريلايبل ممكن تو بي فولود فولو اب في الكنترولز. تمام. والنقطة الأخيرة، لو حد فينا بيشتغل بنفسه، مش مثلا حد بيعمل له الـ OCD وكده، فحابب أنوع الحتة فعلا الـ Age ديت، لأن في بعض كتير جدا بيحصل نفس يعني اليوم والشهر بس السنة بس مختلفة، بيطلع الفولو أب اللي بعديه كله أحمر، وساعات أنت واحد بينسى تبص الشغل الكتير وننسى تبص أصلا على السنة، فتلاقي الموضوع تدهور وخطة العلاج اتغيرت. والنقطه الثانيه حته الريس، ان مثلا هنا طبعا متعارف عليه ان الكوكازي ان هم اللي بتبقى في اللي هو الاوز فال او الاختيار يعني، بس في مثلا عائلين افارقه كتير بيدخلوا، واللي بيعمل دياجنوستيك ما بيغيرش فيهم اصلا حاجه ثانيه خالص. العرب ما اعتقد برضه ضمن الكوكازيان، بس الافارقه دي بالذات الايه النقطه المهمه يعني. واخر حاجه طبعا الجاجنوسيليار ديت كومبلكس كتير جدا فعلا منا بيهملها، معناها فعلا ايرلي دايجنوستيك زي ما انت قلت جدا، وهي لان ممكن الاستراكشرال يبدا يبوظ لكن الفانكشنال لسه مثلا سليم. صح. الار ان اف ال مثلا بتلاقيه افكت سوري بليل سليم، واحنا خلاص قلنا ان العيان لا خلاص هنعمل فولو اب، مع ان الجاجنوسيليار في افكشن فيها، فدي برضو من الحاجات القويه جدا. كونسيدر. صح تمام. صح تمام. لا موافق جدا. صح، شكرا يا محمد. اتفضل.
ايوه كده سامعني؟ تمام تمام تمام. بصراحة ممتاز جدا يعني to the point و concise جدا، ممتاز بصراحة يعني، حاجات استفدت جدا منه. في حاجة يمكن بعيدا عن موضوع الجلوكوما، يمكن عشان في الجانجليون سيل كومبلكس ده مهم جدا 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 في عينين النيورو اوفثالمولوجي او حتى عينين اللي هم الام كلارا فيزوس بندروم دول. يعني على لو انت فحصت عيان وكل حاجه افضل يعني اورجانيش كويسه ما فيهاش اي حاجه، الجانجليون سيل ده بيطلع لك حاجات ممكن ما تكونش تتخيلها تماما. يعني حتى الناس اللي ما عندهم ماكلر ديستروفيز بدري بتقدر تكتشفها عن طريقه عينين الام اس، ممكن تكتشف انه حصل له قبل كده حاجه رغم ان نظره كويس. فده مهم جدا يعني حتى للممارسه بعد كده، حتى العينين اللي بيجوا كمتابعات او كده وحصل لهم مره انفاركشن او حصل لهم مثلا فيجوال فيلد افكشن، اعمل جانجليون سيل ده هتلاقي فيه انترستنج فايندز كتير كتير يعني لا تتخيلها. يعني في كان الورك شوب اللي انا حضرته كان بيقول الجانجل سيل كومبلكس ده ممكن يديك هنت لو انت حسيت ان هو او فيلك او ماركت ديفكتد او افكتد، والنير فايبر لاير شايفه كويس وطبيعي ده بيوديك ناحيه النان جلوكوماتس اوبتيك تشينجز عموما. وزي الام اس، زي في ناس بتقول ان في اسوسيشن معاه مع الزهايمر مثلا، يعني ما اعرفش بالظبط. بالظبط الزهايمر بالظبط ده كتير كتير يعني الزهايمر، او حتى كمان اي عيان عنده نيورو ديجنريتيف ديزيز في عنده افكشن للجانجليون سيلي. صح، دي انا موافق جدا جدا فيها. يعني ممكن في المستقبل ممكن يعني يبقى في يبقى داخل في الدياجنوستكس بتاعه الزهايمر او النيورولوجيكال ديزيز عموما. بالظبط، وبيدي بيدي كمان فكره عن البروجنوزس على المدى البعيد، يعني كل ما تلاقيها بتقل والعيان نظره ما بيتحسنش، فانت عامل عارف من الاول خالص انه نظره مش هيبقى كويس وبتصرحه بكده، يعني عشان ما تقعدش تلف حوالين نفسك وكده كده الجانجليون سيل كومبلكس فردمت. يعني انا هضيف برضو لو فاوست ريجل كده هناخدها لو حسيت ان الجانجل سيلير افكتد I do not regret ان انا ابعت العيان ده ويخليه يعمل لو MRI او النيورولوجا يعمل له MRI. ساعات يكتشف حاجات surprising تبقى اكيد العيان مش كويسة، بس لو في حاجات بيبقى to be treated with reversible. صحيح صحيح تمام. اوكي ايهم اتفضل. دكتور محمد يعطيك العافية على المحاضرة الحلوة. أنا اسمي إيهام عبيد الناصر تاوزن فينستهاوس من دويسبورغ، بس حابب كمان على موضوع الـ important issues point number 3 you have to consider clinical examination. هذه الـ point كمان بحب أكد عليها كتير ضرورية. موضوع الـ papillary pap CT هو بالـ early diagnostic كتير مهم، يعني الـ sensitivity 90-99% أحيانا عم توصل، بس بالفورد كشختنا جلاكوم اكسكافاتيون في الحالة اللي عرضها حضرتك، بظن انه الاوتسيتي او البابلر اوتسيتي كثير هي انه فالوبل. الافضل هون المتابعة المرضى بهذه الحالات بالكزيشتريلد وباقي الفحوصات الثانية بالإيرلي ستيجز بيرفكت، السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي تبعه عالية جدا. موضوع الجيزيشتفيلد بتبلش تظهر عنا التوبشيس كوتومز لما 40% من الزينيرف شون بشادش، بس الأوتسيتي بيفيدنا قبل ما تصير هذه الـ صح يا حقيقة صح. هو القصد لو انت حسيت لو العيان ده جاي لك أول مرة، يعني ده رأيي أنا، المانجمنت بتاعته بتختلف يعني بيسموها الإسكالاتسيون، أو انت بتساعد كل المانجمنت بتاعتك ان انت تحاول بقدر الامكان تنقذ العيان ده، لان هو داخل خلاص على سيفير ستيجز من الاوبتيك اتروفي او الاوبتيك تشينجز، ومش هتستنى بقى ان انت هتعتمد في فولو اب مثلا او هتعتمد اكتر على الاو سي تي او الكلام، لا انت هتجيب الماكسيمم مانجمنت بتاعه. صحيح، وانا قصدي بالموضوع الفولو اب، يعني الفولو اب لهيك مرضى بظن الكيزيشتفيلد هون افيد، يعني بيعطينا بصوره اوضح عن الفورد كشختنا جلاكوم اكسكافاتيون، وين صار المريض عندي السكوتومز كيف صارت افضل من الاوتسيتي نفسه.
بس بالإيرلي ستيجز أو لما يكون الإكسكاباتيون لسه سكيت 06 07 لا الأوتسي تي بابل في انفال في البسر. تمام صح. بس هذه هي البوينت اللي حبيت نقولها. لا أنا موافق جدا صح. حبيبي دكتور محمد. حبيبي. طب خلاص ولا؟ طب لو مفيش أسئلة تانية أستوب شيرينج ودكتور أحمد أو دكتور عباسي تفضلوا. مفيش يعني لو محدش لو خلاص مفيش أسئلة ممكن أبدأ بالإشترابولوجي. تمام طب تفضل أنا أخرج عن دلوقتي. لا بس دكتور محمد كنت حابب بالأوت سي تي كم مرة بتعمله بالسنة؟ مرة واحدة أو بشكل عام؟ بشكل عام مرة واحدة. يعني كلام ده قريته بالصدفة في حاجة كده اللي هو من لو كون جيزل شافت بتركومند ان هو على الأقل بيبقى مرة واحدة في السنة. لو في أي تشينجز وحابب تتابعها طبعا to be individualized. يعني انت لو العيان ده حاسس ان انت عايز تعمله OCTs اكتر مثلا كل كفرتال او كل 6 شهور لا اعمله هيفيدك اكتر وهيديك hints لو الـ early changes بالنسبة لك مهمة ان انت to be ان انت تتكت الـ early changes دي علشان لو هتغير خطة علاجك في الفترة دي عموما. لكن هو الـ general speaking هو مرة في السنة ومن اول تماما مرة. تمام نحن عم نساويه مره بالسنه بس بالشك انه لما المريض يكون عندك لكم ما انك متاكد بعد شهور مرتين او ثلاث مرات بعدين بصير كل سنتين مره او كل سنه مره حسب حاله المريض وحسب ضغطه. طبعا تماما. الجزيش سفيلت كمان مرتين بالسنه عم تعملوه او مره واحده؟ مرتين لو في اول لو العيان لسه في الاول وعايز تدكت. طبعا في ستاديز بتقول حاول تعمل في اول سنتين جزيش سفيلت كتيره علشان طبعا الجزيش سفيلت بيبقى حاجه سبجكتيف. يعني ساعات العيان بيبقى جاي مدروخ او جاي مش مركز او ويطلع لك فايندنجز غريبه مش قادر تحكم عليها. فانت تو بي ريبيتد يعني لو هقدر اعيده كل 3 شهور في اول سنه مثلا لحد ما احس لا الفايندنجز دي كلها لا خلاص دي كونسيدرد. بعد كده بتبقى كل ست شهور. احنا كل 6 شهور في عالم عم تعمل جزيش سفل بس عم حس الموضوع شوي قليل مرتين بالسنه ومره واحده. لا مره واحده انا شايفها قليله بصراحه. هو مرتين بالسنه. تمام ماشي يا دكتور محمد شكرا لك مره ثانيه. العفو العفو. كده دكتور محمد عباسي تفضل. اوكي هخرج. كده حد شايف البرزنتيشن ولا؟ واضحه. تمام اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد العباسي فخ ارت في اوني كلينيك جوتينجن. النهاردة هتكلم بشكل عام على الاشترابولوجي. يمكن يكون هو تيمة بالنسبة لكتير من الناس صعب وبالنسبة لكتير من الناس مش مفهوم أو معقد. لكن أنا هحاول بقدر الإمكان أتكلم ما هو الاشترابولوجي يعني إيه الاشترابولوجي بالأساس وإيه اللي بيعمله وإزاي واحدة واحدة أوصل لأنه أعرف أكشف العيان. ولو جالي مثلا بريف او حتى مثلا اورتوبتست اتكلمت جنبي او معايا ابقى فاهم هي بتقول ايه وقصدها ايه بالظبط. وبعد كده واحده واحده النهارده طبعا هيبقى كتير جدا ان احنا ندخل في دايجنوزس وكده. لكن انا هتكلم بشكل عام لغايه الاكزامينيشن ازاي ممكن اقدر اعمل اكزامينيشن للعيان في اي لحظه. لو حد مثلا مش فاهم حاجه او حد مثلا عايز يضيف حاجه مفيش مشكله ممكن يرفع ايده. ودكتور احمد سمير مشكورا هينبهني ونقدر نتناقش. زي ما شفنا لسه في البرزنتيشن اللي فات المناقشه بتزود المعلومات كل واحد بيقول نقطه بتخلي الواحد يستفيد اكتر. طبعا الاستربولوجي زي ما قلت لكم يعني طبيعي بالنسبه لناس كتير حاجه يعني صعبه شويه مش فاهم ده بيجي منين طب نعمل ايه طب بنسوي ايه. الاستربولوجي تبعا للدايجنوز يعني الاستربيزموس ده تبعا للديفينيشن بتاع الامريكان اكاديمي هو عباره عن اوكولار مس الاينمنت
سببه حاجة من اتنين، إما إن الـ binocular vision abnormal أو حصل مشكلة في الـ neuromuscular control. بمعنى أي عيان عنده حول هو عنده مشكلة من اتنين أو من ثلاثة، الـ binocular vision بتاعه مش مظبوط، أو في نيرف عنده مش مظبوط، أو المصل نفسها مش مظبوط، مش هيطلع عن حاجة من الثلاثة دول. Anatomophysiology ما تقلقوش، مش هشرح بالتفصيل حاجات كتير. انا فيهم ثلاث نقط بالظبط عايز اتكلم عليهم. في الاناتومي كلكم عارفين طبعا يعني الميدي ريكتس فين والسيبيو ريكتس فين والحاجات دي كلها فين، لكن في كام نقطه مهمين عايز بس اركز عليهم. لو بصين على السيبيو ريكتس والانفير ريكتس او ريكتس سوبريور وانفيريور، هتلاقي ان الفيجوال اكسس عامل اكسس 23 درجه او عامل زاويه 23 درجه مع المسل بلين. وعلى الشمال هتلاقوا السوبيريور ريكتس، وعلى اليمين هتلاقوا الانفيريور ريكتس. هتلاقوا ال 23 درجه دول دايما موجودين لان العين بتحاول تبص قدام، بس العضله وضعها شويه لبره. فبالتالي لو انا عملت حاجه اسمها ادكشن، لو انا بصيت بعناية، نفرض العين اليمين زي ما هي موجودة هنا، لو أنا بصيت بعناية اليمين لجوه فأنا عملت adduction للعين اليمين، وبالتالي المسل بلين هتبقى 67 درجة على الفيجوال أكسس. بمعنى أنها لما تيجي تشتغل هتزق العين تعمل لها rotation لجوه، وكذلك بالنسبة للinferior rectus. هل النقطة دي مفهومة ولا حد يحب يرفع ايده عشان اوضح اكتر؟ افهم من كده كله فاهم؟ اوكي. طب نفرض انا عملت بعناية اليمين abduction، انا بصيت لبرة بعناية اليمين، فبالتالي الفيجوال اكسس هيبقى ماشي مع المسل بلين، مش هيبقى فيه ما بينهم اي زاوية من الزوايا، وبالتالي السوبيريور ريكتس او الانفيريور ريكتس لما ييجوا يشتغلوا يا اما هيرفعوا العين لفوق او هينزلوها لتحت، مش هيبقى فيه لا روتيشن ولا هيبقى فيه ادكشن ولا ابدكشن ولا اي حاجه تانية خالص. المسل بلين بقى مع الفيجوال اكسس، وبالتالي الحركه هتبقى بالظبط لفوق او لتحت. وكذلك بالنسبه للسوبيريور اوبليك والانفيريور اوبليك، الاثنين لو بصينا عليهم هتلاقيهم عاملين زاوية 51 درجة مع الفيجوال أكسس. فبالتالي لما أنا أعمل adduction إن أنا أبص بعناية اليمين لجوه، هيبقى الفيجوال أكسس بالضبط ماشي مع الأكسس بتاع المسل أو المسل بلين. وبالتالي في الadduction الأوبليكس هيعملوا elevation أو depression. ولو عملت abduction، لو أنا عناية اليمين بصت لبرة، العضلة هتبقى عمودية على الفيجوال أكسس، وبالتالي هتعمل إيه؟ هتعمل روتيشن، هتلف العين لجوه أو لبرة على حسب أنهي عضلة. ده مجرد بس يعني إيه حاجة توضيحية في الأناتومي مش أكتر، يعني لو حد مش فاهمها يرفع إيده. أكمل؟ اوكي معلش ممكن اتكلم عشان انا رافع ايدي بس محدش خد باله. ماشي قول. الكيرسر تعمله يعني تاكتيفه بحيث اللي هو الماوس عشان تشرح الحركه مع على عين وهكذا. تمام. هي المشكله ان انا عامل من الموبايل لان عندي مشكله في الميكرو بتاع اللاب، فانا مش عارف يعني ممكن اجرب يعني هنا بحاجه زي البوينتر. لا ده كده هتبوظ خالص. اوكي هحاول في الحاجات التانية يعني هحاول بقدر الامكان اشرح يعني سوري. تمام. طب دلوقتي هوضح هنا. دلوقتي العضلة زي ما انتم شايفين هنا في الفيجوال اكسس مع المسل بلين، الفيجوال اكسس باصص لقدام والمسل بلين معوج 23 درجه. تمام. فدلوقتي انا عشان لو انا بصيت لبره، لو عملت ابدكشن
بالشكل ده هتبقى الماسل بلين بالظبط على الفيجوال اكسس، وبالتالي ميكانيكالي العضله هتشتغل كالاتي، ان انا لو العضله عملت كونتراكشن هتشد العين لفوق، ملهاش اي وظيفه تانية، تمام؟ والعكس هنا هيحصل، انه الماسل بلين لو بقت عموديه على الفيجوال اكسس لما العضله تعمل كونتراكشن هتزق العين، تعملها روتيشن لجوه، تعمل انتورشن. دي الفكرة، انه الميكانيكالي على حسب وضع العضلة فين للفيجوال اكسس. وكذلك بالنسبة للانفيرور ريكتس، هنا لو انت بصيت للانفيرور ريكتس من تحت بتبص عليها هتلاقي الفيجوال اكسس قدام والماسل بلين 23 درجة عليها، ولو انت عملت ابدكشن العين بصت لبرة هتلاقي الفيجوال اكسس بالظبط هو نفس الماسل بلين، وبالتالي لما العضلة تشد هتشد العين لتحت. وهنا لو انا عملت ادكشن الماسل بلين هيبقى عمودي على الفيجوال اكسس، وبالتالي هتشتغل ك تورتر انها تلف العين لجوه. واضحه النقطه؟ واضحه النقطه ولا في حد عايز يسال حاجه بالنسبه لل؟ لا تمام واضحه. تمام اوكي. بالنسبه بقى لل superior inferior oblique نفس القصه، الفيجوال اكسس قدام، السوبيريور اوبليك او الانفيريور اوبليك عاملين 51 درجه زاويه مع الفيجوال اكسس. طب يحصل ايه لما انا اعمل ابدكشن ان العين تبص لبره؟ لو العين بصت لبره هيحصل ايه؟ لو عين بصت لبره هيحصل ان سوري معلش العين لو بصت لبره هيحصل ان الفيجوال اكسس هيبقى عمودي على الماسل بلين، وبالتالي السوبر اوبليك لما يحصل لها كونتراكشن هتلف العين لجوه تعمل لها انتورشن. ولو انا عملت ادكشن لو انا بصيت لجوه هيبقى الفيجوال اكسس هو الماسل بلين، وبالتالي هتشتغل كديبريسور انها تشد العين لتحت. واضح برضو؟ تمام واضح. الحاجات دي بس الواحد لازم يحفظها. تمام. المشكله في كده. ايا كان خلاص، يعني انسوا الاناتومي ده مجرد، بس يعني كنت عايز اوضح النقطه دي عشان للفهم بعدين في الـ في الـ في, الـ في الكشف، ان انا لما باكشف بتوقع ايه. تمام. هي اول ما نتجاوز النقطه بتاعه الاناتومي والنقطه البسيطه بتاعه الفسيولوجي الدنيا المفروض تبقى اسهل يعني، لكن في اي وقت زي ما قلت لكم اي حد حابب يرفع ايده دكتور احمد بس هينبهني وانا هحاول اوضحها اكتر. تمام اوكي. طب نقطة تانية برضو في الفسيولوجي، معرفش حد سمع عن الهيرينج سلو والشيرينجتون سلو ولا لأ، لكن بكل بساطة أنا دلوقتي عايز أبص ناحية اليمين، فعينيا اليمين هتبص ناحية اليمين وعينيا الشمال كذلك. اللي شغال في العين اليمين هي اللاترال ريكتس، واللي شغال في العين الشمال هي الميديال ريكتس. الهيرينج سلو بيقول إن أنا اللاترال ريكتس بتاعت العين اليمين والميديال ريكتس بتاعت العين الشمال الاتنين بياخدوا نفس الانرفيشن عشان أعرف أبص ناحية اليمين. والشيرينجتون سلوب بيقول انه العين اليمين طالما بصت لبره يبقى اللاترال ريكتس هي اللي تبقى شغاله، هيبقى فيها انرفيشن، والميديال ريكتس في العين اليمين هتبقى انهبيتد. ده ملخص الهيرينج سلوب والشيرينجتون سلوب. طب يعني ايه بينوكولار زين؟ يعني ايه بينوكولار فيجن؟ البينوكولار فيجن ده هو عباره عن يعني ايه، ان انا ببص بعينيا الاثنين عشان اوصل لاعلى درجات البينوكولر فيجن واشوف الحاجه 3D. ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث خطوات بالظبط. اول خطوه هي الزيمولتانزين او الستيمولس السيمولتينوس فيجن، ان انا العين اليمين بتلقط صوره، العين الشمال برضه بتلقط صوره، ايا كان الصورتين نفس الصوره ولا صورتين مختلفتين. دي اول خطوه في خطوات البينيكولار زين، ان كل عين بتلقط صوره. الخطوه الثانيه هي الفيوجن او الفوزيون، ان العين اليمين والعين الشمال كل واحده فيهم عندهم صوره،
المخ بيحاول يحط الاثنين على بعض. لو الاثنين نفس الصوره فانا هشوف حاجه واحده، لو الاثنين صورتين مختلفتين هيحصل عندي كونفيوجن، ان انا هشوف حاجتين مختلفتين على بعض. وانتوا لو بصيتوا على الصوره الموجوده على اليمين دي عباره عن زي تيست كان بيتعمل زمان، انه بحط للطفل صوره قفص وصوره اسد، هو لقط بالعين اليمين صوره القفص وبالعين الشمال صوره الاسد، وبيحاول بالفيوجن انه يحطهم على بعض ويدخل الاسد جوه القفص. دي فكره الفيوجن. طب يعني ايه اشتريوبسس او اللي هو ال 3 دي؟ ال 3 دي هو عباره عن ان انا خلاص عملت فيوجن، العين اليمين بتبص على الحاجه اللي انا ببص عليها من زاويه، والعين الشمال بتبص على نفس الحاجه من زاويه تانية، وبالتالي نتيجه لاختلاف الزاويه دي مع دي بشوف ان ديبس، بشوف الحاجه التيف بتاعتها عامله ازاي. في حاجه اسمها مونوكولار لوزمن او اللي هي المونوكولار اسمه ايه بالانجليزي مش عارف، بس الحلول ان انا اقدر بعين واحده اعرف اشوف مش 3 دي، لكن هعرف اشوف انه ابعد من انه. بمعنى ان انا لو حطيت قدامي ثلاث اربع حاجات وقفلت عين واحده هشوف بناء على الظل او بناء على البعد هلاقي ان في حاجه قدام حاجه قدام حاجه وهكذا. فبالتالي مش شرط يبقى عندي بينوكولار الزين عشان ابقى في الحياه العامه اعرف اشوف الدبس 100% كويس. انا وانا سايق العربيه بعين واحده ممكن ابقى عارف مين قدامي ومين ورا اللي قدامي ومين ما بينهم. دي بالبينوكولر او المونوكولار لوزمن. في نقطة برضه اسمها sensory adaptation و motor adaptation. sensory adaptation معناها أو يعني في حاجة اسمها normal retinal correspondence. ده معناه إيه؟ زي ما قلنا كل عين من العينين بتلقط صورة. عشان أشوف الصورة كويس لازم الصورة تقع على الفوفيا، لأن هي دي الأكتر نقطة في الماكلة تقدر تشوف الحاجة شارب. فبالتالي أنا وأنا باصص قدامي وشايف حاجة بشكل واضح، معنى كده إن عينيا اليمين وعينيا الشمال الاثنين لاقطين الصوره على الفوفيا بالظبط. طب نفرض انه حصل حاول بسيط درجتين ثلاثه، بتحصل حاجه اسمها sensory adaptation للحول ده. بمعنى ان انا دلوقتي فوفيا من العينين الاثنين مثلا ولنفرض الشمال شايفه صوره مظبوط، العين الثانيه الصوره مش واقعه على الفوفيا، المخ بيحاول يوقع الصوره دي على نقطه جنب الفوفيا ويتجنب الدبل فيجن بانه يعمل سكوتوما على الفوفيا. بمعنى ان انا دلوقتي عينيا اليمين مثلا عندها حول نسبه او ثلاث درجات ولا حاجه، الثلاث درجات دول هيخلوني اشوف الحاجه اثنين، المخ بيقول لا انا مش عايز اشوف الحاجه اثنين، فبالتالي الفوفيا بتاع العين الشمال شغاله، في العين اليمين هاخد نقطه جنب الفوفيا هعتبرها هي الفوفيا عشان ما اشوفش ازدواج في الرؤيه. والعيانين دول بيبقى عندهم يعني binocular vision بس مش لدرجة 3D 100% زي العينين اللي بيبقوا بيشوفوا بالفوفيا في العينين الاثنين. وده رسم توضيح شوية. لو بصيت على الصورة الأولانية اللي فوق خالص هتلاقي ان دلوقتي العين دي الفوفيا الصورة مش واقعة عليها، بالرغم ان العين الثانية الصورة واقعة على الفوفيا. فبالتالي انا هشوف ايه؟ هشوف الحاجه اتنين، هيبقى عندي دبل فيجن. طب ايه فكره الابنورمال ريتينال كورسبوندنس؟ الفكره دي ان انا دلوقتي تحت خالص الفوفيا عملت عليها سبريشن سكوتوما قفلتها، واستخدمت النقطه الثانيه اللي جنبها واللي واقع عليها الصوره كانها الفوفيا، وبصيت بيها مع الفوفيا بتاعت العين الثانيه عشان في الاخر اشوف صوره واحده بس ما اشوفش صورتين. دي فكرة الـ Abnormal Retinal Correspondence. النقطة دي فيها أي أسئلة؟ لو حد حابب يرفع إيده أو حاجة أعيدها؟ تمام؟ أكمل؟ والموتور Adaptation هو عبارة عن إنه دلوقتي لو كل واحد فيكم مثلاً مسك قلمين قصاد بعض، حط قلم قدام يعني عينيه على طول وقلم بعيد شوية وبص على القلم القريب، هيلاقي إن القلم البعيد هو عبارة عن قلمين في ازدواج في الرؤية.
لو حاولت ابص على الالم اللي ورا ده هعرف اشوفه واحد، لان انا عملت موتور ادابتيشن، انا حركت عينيا الاثنين على الهدف اللي انا عايز ابص عليه عشان اتجنب الدبل فيجن. تمام اوكي خلاص، نسيبنا من الهري اللي فات ده كله، ده كله اناتومي وفيسيولوجي وحوارات معقده وبتاع، خلينا ندخل على العملي. انا هعمل ايه مع العيانين؟ يعني انا هتصرف ازاي؟ انا قلت احط الاول نقطه بس اناتومي على نقطه فيسيولوجي، عشان بعد كده لو نتكلم في الدياجنوزس وكده نبقى كل واحد فاهم ده جه منين وحصل ليه كده اصلا. تمام، لكن خلينا على ارض الواقع دلوقتي وبعيدا عن التيوري، ايه اللي انا هعمله مع العيانين؟ عينين الحول مش شرط ان هم يكون عندهم حول، مش شرط ان هو يكون داخل بيقول انا عندي حول. عينين الحول ممكن يكون عندهم كذا مشكله تانية خالص، او بيشتكوا من شكاوات مختلفه. ابسطها انه بيقول لك انا عندي حول، يعني عينيا بتحدف لبره، عينيا ما بتتحركش كويس، او بيجي يقول انا عندي ازدواج في الرؤيه، انا شايف الحاجه اتنين. في بعض الاطفال، ما طبعا الاطفال ما بيقدروش يقولوا ان هم شايفين حاجه اتنين، لكن اهاليهم بيبداوا يلاحظوا انه يقول ماين كيند جرايف دانيب، انا طفلي بحس انه بيقوم يجي يمسك الحاجه، يمسك الحاجه اللي جنبها، او ان الطفل بتاعي بيتكعبل ماين كيند شتولبرت، يعني هل هو مش شايف كويس ولا ايه؟ هو مش فاهم. هو ده ممكن يكون نتيجه من الدبل فيجن، لان العيان ما بيقدرش يعمل فارنيمنج انهي صوره حقيقيه، وبالتالي ممكن يتكعبل. بعض العينين بييجوا بكوف شميرس، الناس عندهم صداع ومش باين عنده حول خالص، وده ممكن يكون عنده حول خفي وانت مش قادر يعني تشوفه من البدايه، وهو ده اللي عامل الكوفش ماس. واكتر عينين بييجوا يقول لك انا ما بقدرش اقرا كتير، مش كل لما اقرا اصدع بعد فتره طويله. ممكن تكون مشكله في الاكوموديشن، او ممكن يكون عنده حول، وبالتالي لازم فحص سريع للحول، هل هو فعلا عنده حول ولا لا. بعض الاهالي بيقولوا عندي مشكله الولد ما بيركزش في المدرسه كويس، ممكن كونسنتريت نيش ان الشغل، المدرس او المدرسه بيقولوا ما بيقعدش فتره طويله مركز، بيقعد في الاول كويس كل حاجه، بس مع الوقت بحس انه مش مركز. في بعض الاطفال او بعض الناس بيقول لك انا راسي معوجه، او الطفل بتاعي يعني ابني او بنتي راسهم مش مظبوطين، دايما يقوم عوج راسه وهو بيبص على حاجه، ده ممكن يكون ساين ان العيان ده عنده حول. الانامنيزا كتير جدا هنمشي بيها واحده واحده، زايد فان من امتى، تروما حصل له تروما قبل كده ولا لا، عشان نشوف هل التروما دي عملت افكشن للباينوكولار فيجن ولا عملت افكشن مثلا لنيرف من النيرفات. فيبر، بعض العينين بيجي بعدهم عندهم فيبر، وبعد الفيبر يحصل الحول ده، لانه المخ في اللحظه دي ما بيهتمش باي حاجه تانية غير انه يسيطر على الفيبر، وبالتالي الباينوكولار فيجن ما بيبقاش تحت سيطره المخ، وبالتالي تحصل له مشكله الحول. نخ إنفونج بتحصل احيانا ان بعض الاطفال بعد الإنفونج يحصل لهم باريزا من اي نوع من انواع. ديبلوبي طبعا بتسال هل عنده دبل فيجن ولا لا، هل راسه معوجه ولا مش معوجه، العيان ده عنده اوبن سيترن ولا لا، نستاجنوس، وبتسال زي اي عيان في العالم هل عنده الجمان اركرانكون ولا لا، عمل عمليات قبل كده ولا لا، هنعرف ليه. الجيبورتس انامنيزا، العيان ده برضو مولود كويس ولا لا، هل هو فري جيبورن ولا لا، هل العيان ده نزل طبيعي ولا نزل باللي هو الشفاط، ان هو راسه تتشفط، انه حصل تروما للراس اثناء الولاده ولا لا، ده ممكن برضو يعمل باريزن. فاميليين انامنيزا، هل في العيله سواء اخواته او ابوه او امه او عمامه او اخواله اي حد فيهم عنده حول، لانه في بعض الامراض او بعض انواع الحول بتبقى يعني تندنسي بتاعها انه يبقى موجود في الاطفال بعد كده. ثيرابي بيتكون من هل هو لبس نظاره ولا لا، غطى عين من العينين ولا لا، اتعمل له عمليه قبل كده ولا لا، والكلام ده برضه هنعرفه دلوقتي ليه بسال كل الاسئله دي. مبدئيا زايد وان، العيان ده لما طفل مثلا عنده 5 سنين جاي العياد او جاي بيسال، مامته بتقول العيان ده بيحول، طب الحول ده من امتى بالظبط؟ هل هو منذ الطفوله يعني، او قصدي منذ الولاده، او في اول سنه؟ لانه في اول سنه من العمر لو حصل حول، معنى كده انه ده حاجه اسمها فريكندلي، او زي ما بيسموه مثلا بالانجليزي
congenital ولو ان يعني congenital مش مضبوط 100% او بتقدر تقول عليه اللي هو essential او infantile انه في السنة الاولى حصل حول وبالتالي انا هتعامل مع الحول ده بشكل مختلف عن واحد لسه محول بقاله مثلا شهر. في فرق في التعامل هنعرفه بعدين. بقاله كام يوم ده معناه انه حاجة اكيوت يعني غالبا حصل حاجة خلت العين ده يشتكي من خلال ايام بس اسابيع او شهور. معنى كده انه في خلال الفترة دي حصل ام افكشن للبينوكولر فيجن او برضو انه حصل مثلا تراوما او حصل مثلا اي ارقام معين سبب له الحول ده بافكشن للنيرف او للمسك. الدبليو بي كتير من العيانين بييجوا العياده يقول لك انا عندي ازدواج في الرؤيه. لازم تتاكد 100% ان العيان ده عنده بينوكولر دبلوبيا قبل ما تقول عليه عيان حول. بمعنى العيان بيقول انا دلوقتي شايف الحاجه اتنين. اول سؤال هتساله انت شايف الحاجه اتنين جنب بعض ولا فوق بعض، هوريزونتال ولا فيرتيكال، فاجريشت ولا زينكريشت. قال لك انا شايفهم الاثنين جنب بعض. لو شافهم الاثنين جنب بعض معناها انه غالبا حاجه في الهوريزونتال ماسلز او حاجه افكت يعني افكتنج الهوريزونتال ماسلز. لو قال لك فيرتيكال معنى كده ان في مشكله اما في الاوبليكس او في السوبير ريكتس او الانفير ريكتس، حاجه في الفيرتيكال ماسلز. طب في بعض العيان بيقول لك انا شايف فركبت معنى ان الصوره معوجه يعني لفه يعني مش ثابته قدامي. الصوره معوجه مثلا 20 درجه كده على اليمين او 20 درجه على الشمال. ده معناه انه في افكشن للاوبليكس. طب انا ازاي اعرف ده من مونوكولر ولا باينوكولر؟ بكل بساطه العيان هيبص قدامه، هو شايف دلوقتي مثلا حاجه قدامه اتنين ايا كان سواء نور او فيكسيشن تارجت. هتقفل العين وتقول له هل ازدواج الرؤيه ده موجود ولا خلص؟ هيقول لك لا ما عادش موجود. معنى كده انه غالبا باينوكولر. لازم برضو تقفل العين الثانيه عشان تتاكد ان هي باينوكولر. قال لك والله لا ازدواج الرؤيه خلاص راح ما عادش عندي باينوكولر. معنى كده ان انا سواء قفلت العين يمين او شمال ما عندوش اي باينوكولر ديبلوبيا، وبالتالي دي فعلا سواء قفل العين يمين او شمال ما عادش في ديبلوبيا، معنى كده ان دي باينوكولر ديبلوبيا. طب لو انا قفلت عين وبعد كده قال بالعين الثانيه لا انا لسه شايف ازدواج في الرؤيه، معنى كده انه في مشكله في العين دي هي اللي مخلياه يشوف ازدواج في الرؤيه. اي مشكله في الريفراكتيف ميديوم من اول الكورنيا لغايه الماكولا ممكن تعمل زي مونوكولر ديبلوبيا. فبالتالي لازم تسال عين كويس جدا ده مونوكولر ولا باينوكولر، ولازم تكشف عليه بنفسك هوريزونتال ولا فيرتيكال، وهل في فركيبهم ولا، عشان يديك فكره اي العضلات اللي انا متوقع يكون فيها مشكله. طب كوبت فانكس هالتونج او اللي هو العيان او ابني او ايا كان بيعوج راسه سواء بقى بيلف راسه او بينزل راسه لتحت او بيطلع راسه لفوق، دي معناها ان هو بيحاول بقدر الامكان يتجنب الدبل فيجن. هو طول ما هو بص قدام وراسه ثابته قدام هو عنده باينوكولر ديبلوبيا. لقى تلقائيا لما يلف مثلا راسه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال انه الدبلوبيا دي راحت، دي ساين كويسه انه العيان عنده اوريدي باينوكولر فيجن. بس لازم برضو افهم هي منين جت الكوبت فانكس هالتونج دي. كوبت فانكس هالتونج منها كذا نوع، في دريونج اللي هو ان انا بلف راسي يمين او شمال، نايجونج ان انا بعوج راسي ناحيه اليمين او بعوجها ناحيه الشمال، هيبونج او زينكونج برفع راسي لفوق او لتحت. ونقطه مهمه برضو الواحد لازم ياخد باله منها زي جزيتش ازيمتري زي الولد ده مثلا، هتلاقي ان النص اليمين بتاعه اصغر شويه من النص الشمال. دي تدينا فكره ان الموضوع ده مش جديد، ما بقالوش مثلا سنه او سنتين، ده بقاله طول العمر تقريبا لانه كبر على كده قاعد يعوج راسه ناحيه اليمين، والفاكستوم بتاع الجزيشت هيلفت ما كانش سيمتريش وبالتالي بقى عنده جزيشت ازيمتري. الجماين اركانكونجن، ايه الامراض المهمه اللي انا اسال عليها؟ في امراض كتير جدا بس اهمهم طبعا الديابيتس والهيبرتوني، وهل هم انجشتلت ولا مش انجشتلت، لان هم بيعملوا احد اهم اسباب الباريزم ان هم يعمل باريز او الباريسز. كتير جدا من العينين بنشوفهم عندهم ابتوتسنس باريز او عنده مثلا اوكلوموتوريس باريز،
وبس غالب اغلب الناس بتبقى بدوتنس باريزا بيبقى عنده دايابيتس ومش متظبط, وهو يكون ده السبب انه حصل له كده. وده بيدينا بروجنوزس كويس لانه لوحده هيروح وهيخف لو عمل اينشتالم للالجمان اركانكم ده, واحده واحده الدبل فيجن دي هتروح, وبالتالي مش محتاج غالبا تعمل له اي عمليات. كارديوفاسكولير اركانكم ايا كانت كلها, سواء بقى عنده مثلا هيرت انفاركت او حصل له شلاج انفال, اي حاجه من الحاجات اللي بتعمل كارديوفاسكولير اركانكم ممكن تديك برضو هينفايز انه العيان ده حصل له باريزا نتيجه لريسك فاكتور, والبروجنوز بتاعه غالبا بيبقى كويس على المدى الطويل. في بعض السندرومات زي الجولدن هار او الداون او السينوستوزس بتبقى ماشيه مع بعض التشخيصات. يعني مثلا الجولدن هار ده مثلا بيبقى في عينين بيبقى عندهم حاجه اسمها دوين سندروم, ده هنعرفه بعدين. السينوستوزس ده السكال, يعني السكال الفونتانيلز بتقفل بدري, وبالتالي العينين دول بيبقوا معرضين ان هم يبقى عندهم وضع الاوربت مش ما يبقاش مظبوط, وبالتالي العين ده بيبقى عنده زي اكزوتروبيا انه او سوري يعني اوسنشين, العينين بيبقوا طالعين لبره, مش لانه هو في مشكله في البينوكولار فيجن. المشكله كلها انه الفونتانيلز قفلت بدري, وبالتالي العينين بقوا محطوطين في وضع مش مظبوط. الام اس من اهم الاركانكم من الواحد مش لازم طبعا يسال عليها دايركتلي, لكن يفكر فيها خصوصا في الاطفال في العينين الصغيرين اللي بيجي لهم اي باريزا مثلا, سواء ابدوتنس باريزا اوكلوموتوريس باريزا, اي عيان صغير حصل له باريزا لازم يتم الاوسترس بتاعه الام اس. موسكل اركانكم كتير بيعملوا حاجات زي كده, اكتر هي الميستني, واسوأها مثلا المسكل ديستروفي. العيانين دول انت بتبقى عارف انه يعني لو العيان ده اوريدي فعلا عنده ميستني متشخصه وجاي لك عنده دبل فيجن, فانت لازم تحط في دماغك انه العيان ده البروجنوز بتاعه مش حلو قوي, لانه كده كده الدبل فيجن ده ممكن يتحسن او يسوء او يتغير, تبقى النهارده اي زاويه معينه, بعد اسبوعين تقيس زاويه ثانيه, بعد ست شهور تقيس زاويه ثالثه خالص. كل ده يعني بيخليك تبقى حريص قوي مع العيان ده, انه ما تبقاش سريع قوي انك تفكر في عمليه للعيان ده. الاندوكرين اوربتوباتي ده من اهم واخطر الحاجات اللي بتعمل الحول, بتعمل حاجه اسمها ريستريكتيف استرابيزموس او ريستريكتيف استرابيزموس, لانه نتيجه للباثولوجي بتاعه المصل بيحصلها في ريديكوم في الاول نتيجه للانسنوم, وبعد كده بيحصلها في بروزا, وبالتالي برضو نفس القصه بتعمل استرابيزموس. دي مشكله في العضله زي ما انتوا شفتوا بدايه كل الالجمان اركانكم. لو فكرت في كل واحد فيهم هتلاقي انه سبب مشكله اما في النيرف او مشكله في المصل نفسها, وبالتالي زي ما قلنا من الاول خالص الحول المشكله الباينوكولار فيجن في مشكله, النيرف في مشكله, او العضله فيها مشكله. عن طريق الحاجات دي في الانامنيز ممكن يديك فكره انا بفكر في اي اتجاه. طب الثيرابي انامنيز لازم اسال العيان ده اللي عنده حول وقاعد عندي في العياده, العيان ده اتعالج لغايه دلوقتي ولا ما اتعالجش؟ والعلاج مش معناه بس العمليه, العلاج اولها اول حاجه خالص لازم تسال عليها العيان بيلبس نظاره او من الحاجات اللي خدها خلال الفتره اللي فاتت البريزم لبس ولا لا, ومعموله بقالها قد ايه, واخر مره اتعمل اوبجكتيف ريفراكسيون امتى, لان ده مهم جدا, لان لو ما اتعملوش انت لازم تعمله, ولو اتعمل مثلا من سنه ولا حاجه انت برضو لازم تعيد الكلام. اوكلوزيون العيان ده غطى عين ولا لا, ليه فايده ان انا اعرف انه غطى عين ولا لا؟ بتفيدني كمان في التشخيص بعدين, لانه مثلا ممكن عيان يبقى عنده 15 سنه وجاي عنده حول داخلي عين اليمين داخله لجوه, طب هو غطى عينه قبل كده ولا لا؟ والله في ناس يقول لك والله حاولنا غطينا وبتاع بس ما نفعش, يعني ايه ما نفعش قوي. فانت متوقع ان البينوكولار فيجن بتاعه كده كده اصلا في مشكله, وحتى لما تيجي تعمله عمليه بعد كده لازم توضح انه لو في امبليوبيا في عين نسبه ان الحول تيجي تاني كبيره, لانه المخ مش قادر يسيطر على العينين الاثنين مع بعض. ومهم جدا انك تسال في الاوكلوزيون اي عين من العينين اتغطت, لانه مش بس في مصر او في العالم العربي, كمان في المانيا بعض الناس بيغطوا العين غلط, فلازم تسال انهي عين. لو قالك العين اليمين قول للاب او الام
شاوري لي انهي عين، لانه احيانا بيلخبطهم كمان. الاوج المستن او بي، هل عمل عمليات قبل كده ولا لا، امتى، لانه مثلا لو عمل عمليه من 3 شهور فانا مش هستعجل ان انا اعمل عمليه تاني حتى لو زاويه كبيره، لازم اصبر شويه عما الدنيا تهدى. عمل عمليه ايه، لو في تقرير ده بيبقى ممتاز جدا. واي عين، ليه اي عين؟ لانه في بعض التشخيصات انا ممكن اشتغل على العين الثانيه، او لو يعني في بعض الحالات بعض العينين يقول لك هي العين دي اللي بتحول وعملت فيها عمليه وعايز اعمل فيها ومش هعمل في العين الثانيه خالص، فلازم برضو تحط ده في اعتبارك عشان البلانينج. وبعد كده قبل الانتر زوخونج عايز اسال في حد له اي اسئله بخصوص الانامنيزا؟ اي اسئله؟ اكمل. اوكي، الانتر زوخونج اول حاجه انك لازم تلاحظ العيان من ساعه ما هو دخلك العياده، العيان ده بيتصرف ازاي، هل العيان ده فعلا في حد معاه، يعني في حد معاه، معناه انه ممكن يكون نظره قليل او ممكن يكون شايف دبل فيجن وحاسس ان هو الدوني انزشر، العيان ده بيقفل عين ولا لا، لانه لو بيقفل عين منهم معنى كده ان هو عنده باينوكولر فيجن، بس الباينوكولر فيجن ده افكتد وهو شايف الحاجه اتنين وبالتالي بيقفل عين عشان يتجنب الباينوكولر فيجن دي. في كوبت سانكس تالتوم ولا لا، العين ده العيان ده عاوج راسه باي اتجاه من الاتجاهات، ده دليل ان العيان ده عنده باينوكولر فيجن وبيحاول يلاقيه في الكوبت سانكس تالتوم بتاعه. الانتر زوخونج واحده واحده زي ما بنعمل مع كل عينين. فيزوس، اول حاجه في الفيزوس قبل ما تعمل فيزوس بريفونك لازم تعمل اكزامينيشن للباينوكولر فيجن، ده هنشرحها بتعملها ازاي، بس دي نقطه مهمه جدا، لانه لو انت عملت فيزوس بريفونك قفلت عين وعملت بقى فيزوس بريفونك فانت كده دمرت الباينوكولر فيجن، وده هياثر على الكشف بتاعك بعدين في قياس زاويه الحول او في الباينوكولر فيجن نفسه. انت لما تيجي تشوف باينوكولر فيجن خلاص انت عملت له ديسربشن من الاول، فانت لازم تعمل بينوكولارزين تيست من الاول وبعدين تعمل فيزوس بريف. الفيزوس طبيعي مع العينين الكبار ما فيش اي مشاكل، لكن طبعا مع الاطفال دايما بيبقى فيه تريكات ولازم الواحد يبقى عارف في كل سن انا استخدم اي تيست، بتعمله لبعيد والقريب مش بعيد بس. الموتيفاتيون باختن، دايما تلاحظ الطفل هل هو تعبان ولا لا، هل هو زهق مل ولا لا، لانه ده بيأثر على الفيجن، ممكن ما يبقاش عنده لوست مير انه يكمل الفحص وانت بتسجل ان هو مثلا شايف 0.2، فده لازم تلاحظه، لانه لو المره دي النظر بتاعه مش كويس نتيجه لانه هو مش 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 مركز تعبان جاي بعد المدرسه، خليه بعدين تفحصه تاني كمان فتره اسبوعين ثلاثه شهر عشان تشوف هل الفيجن بيتحسن ولا لا. وحاول بقدر الامكان الدنيا تبقى هاديه، ما تعملش ديستراكشن للطفل، لانه ما فيش حد يدخل ويخرج ويسال ويتصل يعني دايما اوضه مقفوله، ومركز دايما ان الطفل يكون مركز على الطافل او على اي حاجه بدون اي ديستراكشن. ونقطه مهمه جدا في العينين اللي عندهم نستاجموس، لما تيجي تفحص الفيجن ممكن تفحص في الكوبت سانس هالتوم، لان دي النقطه الحلوه بتاعته اللي هو بيشوف بيها كويس. ولما تيجي تفحص ما تقفلش عين وتسيب العين التانية، حط قدام العين اللي انت هتقفلها زي بلس 10 مثلا ولا حاجه، عشان لانك لو قفلت له عين النستاجموس ممكن يزيد وبالتالي هيخلي النظر بتاعه او الفيجن بتاعه اقل. ايه التيستس اللي ممكن نعملها للاطفال؟ في عندك حاجه اسمها السي اس ام، السي اس ام ده انت بتشوف العيان مركز معاك ولا لا، ممكن تستخدم تاشن لامبا او ممكن تستخدم زي فيكسير تارجت او فيكسير اوبجكت. بتعمل ايه؟ اول حاجه ان انت بتلاحظ كل عين بتبص سنترال ولا لا. احنا خلاص عملنا بصينا شفنا في باينوكولار فيجن ولا لا، هنعرفه ازاي دلوقتي؟ قفلنا العين مثلا الشمال وهنبص على العين اليمين، ببص بالنور على السنتر بتاع البيوبل، هل النور واقع فعلا في السنتر بتاع البيوبل ولا لا، هو بيبص على النور بالظبط ولا لا، ولا هو عين مثلا العين فيها حول كبير وواضح وبص على النور ما فيش مشكله، معنى كده ان هو عنده اكسنتريك فيكسيشن. طب اس معناها ستيري، بمعنى ان انا لما احرك النور او التارجت اللي معايا يمين شمال فوق تحت بدون ما اعمل اي صوت بيبص معايا ولا ما بيبصش، بيجي معايا ولا ما بيجيش.
الام معناها منتين، ودي بعملها بعينين الاثنين. ان انا دلوقتي بفحص العين اليمين وحاطط بلاستر على العين الشمال، هقوم شايل البلاستر من العين الشمال واشوف العيان بيبص على النور ولا لا، وبيبص باي عين. طب ايه فايده ده؟ فايده ده انه هندي مثلا ان الطفل عنده حول بعينيه اليمين لجوه، وانا بفحص عينيه اليمين، قفلت العين الشمال ببلاستر، هو باصص بعينيه اليمين على اللمبه اللي معايا وبص يمين شمال فوق تحت بيتابع معايا، شلت البلاستر من العين الشمال وما زال بيبص بعينيه اليمين معايا على التاشن لمبه. معنى كده من العين اليمين بتمنتين الفيكسيشن، بتكمل معايا حتى لما شلت البلاستر من العين الشمال. وحش يبقى امتى؟ لما اشيل البلاستر بتاع العين الشمال وهو يجي يبص على النور، يقوم بص على النور بعينيه الشمال وعينيه اليمين ترجع تاني تحول لجوه. معنى كده انه ما بيعملش مينتنس للفيكسيشن بعينيه اليمين. ده طبعا تيست بنعمله للاطفال الصغيرين، اي حد مثلا سنه سنه ونص، لان الناس دي مش هتتجاوب معاك ومش هتقدر تقول لك اللي هو شايفه ده ايه. في حاجه تانية سريعه برضو، حاجه اسمها الهاند اوكلوزيون. عيان داخل لي والله، ويعني سواء بيحول او ما بيحولش، انا عايز اعرف النظر بتاعه كويس ولا لا. انا هقفل عين واشوف الطفل بيتصرف ازاي. ممكن يبقى متضايق وزعلان وعايز يشيل ايده من على عيني زي الطفل اللي فوق ده. الدكتور بيقفل له عين الشمال، هو بيحاول يشد ايديه الشمال. معنى كده انه عينيه اليمين سوري عينيه الشمال بيشوف بيها كويس، وبالتالي هو مش عايز اي حائل قدامها. ايه اللي حصل لما الدكتور حط ايديه على عينيه اليمين؟ الطفل ما مش متضايق، مش يعني مش عايز يشيل ايده. معنى كده انه العين الشمال شايفه كويس والعين اليمين شايفه وحش، لان هو ما بالنسبه له العين اليمين سواء مقفوله او مفتوحه مش فارقه معاه، هو مش متضايق. لو بصيت على الصوره اللي تحت، سواء حطيت ايدك على العين اليمين او على العين الشمال، هو متضايق. معنى كده حاجه من اتنين، اما انه فعلا نظر في العين الاثنين كويس، او ان الطفل خايف. يعني ده لازم ما ننساهوش برده، يعني ده احد الفحوصات او احد الكشوفات اللي انت بتديك فكره العيان شايف كويس ولا لا. بس برضو ما ننساش ان الطفل احيانا بيبقى خايف، وبالتالي ممكن هو مش عايزك تحط ايدك على عينيه خالص، سواء حتى شايف كويس او مش شايف كويس. في حاجه تانية اسمها البريفرنشال لوكينج، بتستخدم حاجه اسمها تيلر كاردز. تيلر كاردز فكرتها قايمه على ان في خط ابيض خط اسود خط ابيض خط اسود، ودول بيبقى لهم ثيكنس مختلفه. يعني لو بصيت على الصوره اللي على فوق على اليمين، هتلاقي فيه من خطوط تخينه وفي خطوط رفيعه خالص. انت بتحطها قدام الطفل وفي خرم في النص بتبص منه على حركه الطفل، هل الطفل بيبص اصلا على الخطوط دي ولا لا. لو يبص عليها معنى كده انها لفتت نظره، وبعد كده معنى كده ان هو شايف الخطوط دي. وكل شويه بتستخدم خطوط ارفع ارفع ارفع، وكل كارد من دول بيبقى له معنى انه العين ده شايف 0.2 0.3 0.4 وهكذا. الاوبتوكاينيتك درام دي ممكن تبقى يعني موجوده في بعض الاماكن. بكل بساطه انك انت بتشوف العيان بيشوفه ولا لا، بتقفل عين وبتبص، بتخلي العينين يبصوا بعينيه الثانيه. طبعا كل ده للعيانين الصغيرين لاقل من سنتين، وبتلف الدرام وبتشوف والله العيان بيعمل نستاجمس، بيبص بيحاول يشوف الخطوط دي ولا لا. معنى كده انه شايف بالعين دي. مش لازم يبقى عندك الاوبتوكاينيتك درام، في الابلكيشن اللي هو الاي هاند بوك هتلاقي موجود فيه حاجه زي الاوبتوكاينيتك درام، ممكن توريها للطفل وتشوف هو بيحرك عين ولا لا. وكذلك برضو في الاوبتوكاينيتك درام دي ممكن بنفس القصه، ان الخطوط الرفيعه الخطوط السوداء والبيضاء دي بدل ما هي تبقى تخينه تبدا ترفعها ترفعها ترفعها، وتشوف العيان نظر وصل لغايه فين. في حاجه اسمها كارد تيست، ده عباره عن كروت زي ما انت شايف كده، يمكن الكونتراست بتاعها مش قد كده، لكن برضو للاطفال اللي تحت سنتين بتبقى مفيده قوي، انك انت بتمسك كذا كارت ورا بعض وتطلع كارت قدام وتوريه للعيان وتشوف حركه العين. مش شرط طيب ان الصوره تبقى فوق، الصوره احيانا بتبقى تحت او في النص، هتلاقي العيان بص فوق بص تحت بص في النص على الصوره ولا لا. وبرضو كل ما رفع الخط معنى كده ان العيان بيشوف احسن. اللي هي سيمبلز دي بتبقى للاطفال اللي فوق سنتين او ثلاث سنين، لما بيتجاوب معاك بيقدر يقول لك يشاور لك على الكارت. الكارت الكبير اللي على الشمال ده بيبقى في ايد الاب او الام، والطفل بيقعد على رجله وانت بتغطي
الثلاث صور وبتخلي صورة معاك مفتوحة، والطفل بس مجرد انه بيشاور انهي صورة منهم هو اللي شايفها، وتقعد تقلب تقلب لغاية لما تلاقي الفيجن قد ايه بالظبط. انت عندك كمان هنا لو 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 ركزتوا هتلاقي هنا موجود تحت الفيجن قد ايه، يعني ده يعني او بوينت كام، 20 على 20 وهكذا. الاي هاكن ده زي ما بتعملها للكبار ممكن تعملها للصغيرين المتجاوبين، الاطفال بقى في سن المدرسه حتى بدايه من سن 5 سنين 6 سنين في اطفال بتتجاوب وبالتالي بتقدر تفيدك. يعني ندخل على الفحص الاشتراب وانترزوهم، نعرف بقى هل ده حول لجوه حول لبره حول لفوق حول لتحت. لازم برضو نستنى زي ما قلنا في الاول خالص خالص خالص، لازم البينوكلر فيجن يتكشف عليه الاول، بعد كده الفيجن، بعد كده الاشتراب وانترزوهم. طب انا بعمل البينوكلر فيجن ازاي؟ زي ما قلنا البينوكلار زين ده بيتكون من ثلاث خطوات. اول حاجه زيمتان زين، كل عين بتشوف صوره. فوزيون، احاول احط الصورتين على بعض سواء هما نفس الصوره او صورتين مختلفتين. بعد كده الاستريوبسس، ان انا بشوف الديبث. اول تيست، وده تيست سريع وبسيط وسهل وما فيهوش اي مشاكل، حاجه اسمها الباجوليني بريلا. باجوليني بريلا دي زي ما انتم شايفين كده بتبقى مخططه كده، خطوط او يعني خطوط اليمين 45 درجه والشمال 135 درجه. انت لو حطيتها قدام عينك كل عين منهم هتلقط صوره. عشان تعمل الفحص ده لازم تعمله للفرن وللنيه للبعيد قريب، تخلي العيان يبص على لايت تارجت، لازم يكون في نور في اخر الاوضه، وتحط النظاره قدام عينه وتشوف هيقول لك هو شايف ايه. الطبيعي ان انا اشوف نور في النص واشوف زي اكس، العين اليمين بتشوف خط بالورب كده والثانيه بتشوف خط بالورب برضه، والاثنين بيتقاطعوا مع بعض في النص على النور اللي انا شايفه. طب ايه الاحتمالات الثانيه اللي ممكن اشوفها؟ الاحتمال في كذا احتمال. سوري، في عندك الاحتمال ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان انا بشوف بكل عين نور، بشوف بكل عين خط، بس الخطين دول مش متقاطعين في النص ومش عاملين شكل الاكس. ده معناه ان العيان عنده دبل فيجن. وكذلك الصوره اللي جنبها نفس القصه، عنده دبل فيجن. مش لازم بالظبط قوي، يعني مش عايز ادخل في تفاصيل، لكن ده 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 واحد عنده حول خارجي وواحد عنده حول داخلي. واللي في النص ده زي ما احنا عارفين ده الطبيعي. واللي انا بشاور عليه دلوقتي ده عباره عن انه العيان بعين من العينين شاف اوريدي النقطه وشاف الخط، والعين الثانيه ما شافتش حاجه. معنى كده ان العين الثانيه اللي ما شافتش حاجه دي عامله سبريشن، انه ما عندوش باينوكلر فيجن اصلا، ما بيعملش فيوجن. حتى سواء عنده حول او ما عندوش حول، الراجل ده بيبص بعين واحده، العين الثانيه مش لقطه صوره لما يبصوا الاثنين مع بعض. في احتمال بقى الرابع ده، وده اللي انا كنت بقول عليه في الاول خالص، اللي هو الابنورمال ريتينال كورسبوندنس. العيان ده اختار بالعين اللي فيها حول نقطه جنب الفوفيا عشان يبص بيها على الصوره عشان ما يشوفش الحاجه اتنين، وبالتالي بقى عنده باينوكولر فيجن بس مش 100% زي الكروس اللي موجود في النص. فدي تقول لك ان العيان عنده حاجه اسمها ابنورمال ريتينال كورسبوندنس. طب في خطوه تانية بقى، انت عرفت ان العيان عنده فيوجن، انه بيعمل فيوجن، بياخد صوره من اليمين والشمال ويحطهم على بعض. لو العيان ما عندوش ده ما تدخلش على الخطوه اللي بعد كده، لانه خلاص اوريدي ما عندوش فيوجن فمش هيعرف يشوف 3D. لقيت العيان عنده فيوجن، ادخل على الخطوه اللي بعد كده شوف العيان ده عنده 3D ولا لا. تيست بسيط وسهل خالص اللي هو اللانج تيست. في لانج 1 ولانج 2، ده بيتعمل للنيه للقريب بس، يعني للبعيد في تستات تانية بس ده البراكتيكال اللي بيتعمل هنا حتى في المانيا، انك انت بتدي له الكارت قدام إيه، يعني قدام عينه، وهو يقول لك انا شايف ايه، بيلاقي هيقول لك انا شايف نجمه قطه مش عارف ايه، هتقول ده بوزيتيف ولا مش بوزيتيف. واهم حاجه ان اللانج تيست ده ما تعملوش فاكل، ما تحركوش يمين وشمال، لانك لو حركت يمين وشمال هتقدر تشوف الحاجه اللي موجوده على الكارت، حاجه اسمها زي ما قلنا المونوكولار لوزنج، وده تيست بسيط ومش محتاج انك تلبس له 3D بريلا او 3D بريلا.
في تيست تاني برضو اللي هو التيتنوس فليجا، ده بقى محتاج له نظاره 3 دي بتلبسها وبتوري للطفل، حتى الاطفال الصغيرين بيقدروا يعرفوا حاجه زي كده. اللي على اليمين دي عباره عن دبانه فليجا، وهل هو شايف الجناح بتاعها طالع بره الكارد ده ولا لا. وعلى الشمال المفروض الدوائر اللي موجوده فوق دي، سوري كده. الدوائر الموجوده هنا دي الطفل لازم يقول الدوريه اللي طالعه بره وهو شايفها بتطلع من بره الكارت انهي واحده، من 1 لـ9. كل ما زاد كل ما كان البينوكولار فيجن او الثري دي بتاعه كويس. ندخل على الفحص بتاع الاستربزمس، بس قبل كده برضو هل في حد عنده تعليق، او لو حتى مثلا الناس زهقت او حاجه ممكن نوقف ونكمل بعدين. انا مش عايز برضو احس انه الجرعه كبيره. اكمل سؤال بس في بقولني في البريلا بقولني هل الطفل بيرسم ولا هو يعني النتائج بتظهر ازاي؟ انت عندك حاجه من اتنين، يا اما تقول له ارسمها بصبعك كده في الهواء، بقى كتير من الاطفال بيعملوها، او انك تقول له خد ورقه وارسم، يعني حاجه من الاتنين. اغلب يعني اكتر العينين اللي شفتهم ان هو بيحرك بصبعه كده في الهواء، يقول لك انا شايف كده. تمام اوكي تمام. في بس سؤال معانا من اي مش تفضل اكمل ولا في سؤال؟ اي اللي هو عايز يسال اتفضل. ارفع اقفل ايدك، نزل ايدك، انت عايز تسمي نوت باوزر، نزل ايدك، شوف على ايدك. سوري الصوت واطي شويه، انا مش سامع كويس. ايوه بيقول 10 مينوت ان باوزا. اوكي مفيش مشكله. ماشي اوكي اوكي عنديش مشكله. هو لو في حد عنده اسئله برضو في الباوزا ديت ممكن برضو انا موجود يتفضل. يعني انا موجود لو في اي اسئله في الباوزا مفيش مشكله. هو احنا بس دلوقتي الساعه بقت 12 ونص. المفروض انا طولت. المفروض ان احمد لسه هيتكلم مش كده؟ ممكن نكمل بعدين مفيش مشكله، لو كده ممكن نكملها لبعدين. فانا رايي ان لانه واضح المحاضره يعني مفيده وبس هي يعني هتاخد وقت، فاحمد كان مجهز فيديوهات للعمليه. مفيش مشكله اوكي ممكن تمام. انا كده يعني غالبا مش هيبقى في وقت للبرزنتيشن بتاعتي النهارده، فممكن نخليها للاسبوع الجاي واحمد يعرض الفيديوهات بتاعته. معنا احمد؟ انا معاك بس انا فيديوهاتي جاهزه، انا ما عنديش مشكله، بس كان المفروض انت النهارده اللي تقول البرزنتيشن بتاعتك، بس انا لا مش مشكله. هو اصل هي المشكله في البرزنتيشن بتاعتي ان هي هتتكلم عن المانجمنت في الريتينوبلاستوما، وهي تشانك على بعضها، يعني هنتكلم فيها كيمو راديو مش عارف ايه، فدي هتحتاج شويه وقت. تمام فنخليها للمره الجايه ونتكلم على الكاتاركت والعمليات اللي انت كنت عايز تتكلم عن الجلوكوما وكده. طيب تمام ماشي. انت خد راحتك، جهز الفيديوهات. لو حد عنده اي كومنت اي حاجه ممكن على المحاضرة بتاعت دكتور محمد عباسي ممكن يقول. أنا هرفع المايك عن كل الناس، فلو حد عنده أي كومنت ممكن يتكلم. حد عنده كومنت؟ الصوت بس واطي. تقريبا هيبقى في ناس بس ماسكين المايك بتاعهم لا اراديا، فانا افضل ان حد يرفع ايده ولا حد عنه. طيب خلاص اوكي، يبقى نميوت اول. ولو حد عايز يتكلم ممكن يرفع ايده علشان يتكلم. اتفضل وسام. اتفضل.
سامعيني؟ يعطيكم العافية على المجهود الكبير، وشكرا للدكتور محمد، محاضرة كثير حلوة ورائعة. أنا كنت بتمنى أنه لو يكمل اليوم على أساس أنه ظلت الفكرة يعني مستمرين فيها بدون ما يكون فيها انقطاع، يعني هي مجرد فكرة. وشكرا للجميع. والله يعني مش عارف، راجع ليكوا جميعا، مش عارف يعني ما اقدرش اجبر حد على حاجه. الصوت واطي. هيثم بتتكلم بتقول حاجه؟ ولا كان رايي برضو من راي وسام، يعني راي عباسي يكمل لان هو ده انا بيزكس وهكذا، حتى ممكن بعد البوزه، لكن هو كده تبقى على بعضيها. انا شايف برضو راي احسن، انت ممكن يعني تعمل كل دلوقتي ونشوف مين موافق على كده مين مش موافق وخلاص ناخد رأي الأجنبي. طيب اوكي، انا رايي برضو محمد يكمل، لان بصراحه هو خدنا جوه التيما كتير وشايف انه يكمل يعني، واحنا لسه مركزين في الموضوع. اوكي ثانيه واحده هعمل البول. هو انا عايز اعتذر برضو للاطاله معلش، لانه مش عارف يعني ما كنتش متخيل انه هياخد وقت كتير كده. والله عباسي انا اول مره افهم الحوال بالشكل ده. بالظبط انت بتتكلم ناس اميين اساسا، فالحمد لله يعني طول زي التعادل. يا عم ربنا يخليك. المحاضره بتاعتك عنوانها ايه؟ انا من رايي برضو موضوع ان احنا نكمل، وكده كده المحاضره بتتسجل، فلو حد في يعني مثلا عايز ياخد باوزه او حاجه فممكن يبقى يشوف النقص بعدين. طيب ممكن في الباوزه كده الحته اللي هو الديفيجن او حركه العين والزوايا اللي انت قلتها اللي هي 23 و67، هل هتفرق معانا ان انا لازم اكون فاهمها كويس يعني؟ لا بص، هي القصه كلها انه بعد كده يعني بعد كده على المدى البعيد، يعني لما تيجي تشوف انه مثلا في عيان عنده حول العين اليمين اعلى من العين الشمال مثلا يعني، تمام، وخليته يبص ناحيه اليمين، تمام، عينه اليمين دلوقتي اعلى من عينه الشمال، خليته يبص ناحيه اليمين ولقيت ان العين طلعت اكتر لفوق، ماشي معايا؟ اقول لك بقى بص يعني انسى انسى صح. بص انا لا هو صعب، بص اقول لك على حاجه، انسى خالص ده. القصه كلها في النقطه دي، انا كنت عايز عشان في بعض التشخيصات بعد كده اللي هتحتاج انك انت لما تيجي تبص تعمل ادكشن او ابدكشن تبقى فاهم انهي عضله هي اللي بترفع العين لفوق او بتنزلها لتحت، عشان يبقى تفكير منطقي ما تبقاش ملصمها كده، فاهم؟ انا بدات البول، لو حد عايز يشارك يقول رايه حابب ايه النهارده. هو في لسه معلومه ان كل الكوهوس مش هيقدروا يصوتوا، بس بعد كده ليه؟ هي دي خاصيه في الزوم يعني، اللي بيعمل صحيح الاول التصويت بيبقى على عدم للناس اللي مش هوستس. اوكي طيب ماشي يا شغال، انا ما برضه انا ما عنديش الاوبشن ان انا اختار صح. طب هو دلوقتي كان في احمد الشيخ عنده سؤال، يعني في حد رفع ايده؟ احمد الشيخ اتفضل يا احمد. وعليكم لا ما كانش سؤال، انا كنت رفع ايدي علشان الجزئيه بتاعت احنا نكمل او لا، بس اوريدي خلاص انتوا وضحتوها، فاحنا هنعمل الفوتنج ونشوف اذا كنا هنكمل ولا لا. شكرا جزيلا. هو دلوقتي في 10 قالوا ان احنا نكمل استرابيزمس النهارده، تمام، او 22 قالوا الكاتركت ولا عمل تصويت 11، 10 منهم قالوا نكمل استرابيزمس، 91% استرابيزمس. انا متاح لكل الاختيارات، انا ما عنديش مشكله يعني. لا خلاص كده يبقى نكمل استرابيزمس يعني. اوكي احنا هنستنى لسه كمان مثلا 5 دقايق او حاجه مش كده؟ ماشي اوكي ناكل فيها نعمل بتاع ده بريك الكتروني ناكل اوكي
ناكل كرواسون الكتروني. اوكي. عباسي. نعم. انا كنت برضو الانات بتاع المصل ده برضو دايما بنساه بطلبه فيه، بس كنت مره سمعت من دكتور جهاد يعني حاجه كده الواحد يفتكر بيها يعني superiors are in tortures وخلاص كده. بالظبط. اللي انا معلمه في دماغي وخلصت. بالظبط. superiors in tortures صح صح. بس كده والinferior لا وخلاص. ده اللي بقى. والinferior extortors يعني. بالظبط كده. كده. هو دي اللي يعني بفضل عشان انا بفتكر الانات ده بنساه دايما، فبالظبط كلمه دكتور جهاد دي دايما بتفتكر كده على طول. ده صحيح صحيح. طب في البوزة بقى يا دكتور عباسي، من واقع نظرك كده، انا شايف ان في المجتمع الالماني ان في مش هقول كعب عالي بس في سكريرتي على طول من الاورتوباستن على الاوجن ارتس في حته الشيل وحته على عكس مثلا هي اطلاقا هي القصه كلها يعني الوضع مختلف طبعا في الكلينيكال عن على البراكسن. يعني البراكسن الدكاتره من نفسهم اصلا هم اللي بيرموا الحاجات دي كلها على الاورتوبتستن، وبالتالي الاورتوبتستن بتبقى لها الراي الاول والاخير. يعني انت يعني هتلاقي عندك لو الشيف او يعني لو الشيف فعلا مدي كل حاجه للاورتوبتستن فهتلاقي لها هي اوريدي الصلاحيات، يعني مش هتعرف انت تبق معاها يعني. لكن انت لو انت فاهم او انت عايز تناقش حاجه في اورتوبتستن كتير بيستمتعوا ده، يعني بيستمتعوا انك انت تاخد وتدي معاها. يعني في اورتوبتستن بيحبوا ده لانه احيانا الاورتوبتستن نفسهم كمان ما بيبقوش واثقين 100% من حاجات معينه، فبيبقوا عايزين تاكيد من دكتور المفروض ان هو اعلى منهم علما يقدر يفيدهم يعني. فتلاقي الاورتوبتستن اغلبهم اللي موجودين في البراكسن يا اما هي خلاص واثقه متاكده من اللي هي بتعمله، فبالتالي بتدي لك الورقه مثلا تمضي على برين ريتسبت او اي حاجه، او لو هي مش واثقه هتدي لك برضو ايبرفايزنج للكلينيك عشان انت تمضي عليه. طب ما ده يعني السؤال الثاني اللي هو بقى الغلم بقى امباسون برضو ما اعرفش العالم العربي هو اللي صح ولا الثاني هو اللي صح، ان الدكتور هو اللي بيبقى بيعمل النظارات وفاهم الحول وكل ده، ولا مش من اصلا التاسك ده يعني. ديت ما اعرفش بقى هي سيستم بس برضو في الاول هو السيستم مختلف. هتلاقي يعني دكاتره مصر مثلا هتلاقيهم يعني اكثر شطاره شويه من الدكاتره الالمان اللي بيشتغلوا حول، في حته ان هم بيكشفوا بنفسهم، هم اللي بيعملوا بنفسهم الحاجه، فاهم؟ دي نقطه بتدي ميزه لكن بتدي مجهود كبير جدا على الدكاتره في مصر. يعني النظام الالماني نظام انا في وجهه نظري النظام كويس، ولانه مش هو النظام الوحيد يعني، في اوروبا نفس القصه، وكذلك حتى في الخليج. يعني في الخليج بقى في اورتوبتستن يعني. كنت حابب اقول ان هي بتختلف برضه على البيزكس بتاع الباك جراوند بتاع الادوكيشن سيستم. يعني في مصر احنا عندنا المعهد الفني للبصريات وبيبقى سنتين غالبا مبقاش عنده اكسبيرينس كبيره، فبيشتغل بس في الموضوع اللي هو المانيفاكتشر بتاع النظاره، في حين ان هنا 4 سنين دراسه او 3 الاورتوبتستن، نفس النظام في الخليج، فبالتالي عنده باك جراوند كبيره فبيشتغل اكتر في الشغل بتاع الحسابات بتاعه الكلاسز والابجلايشن والكلام ده كله، وبيوفر مجهود كبير جدا على الدكاتره. انا كنت قاعد مع الباتس بتاعتي بتقول زمان كانوا بيعملوا هم كل الحسابات دي والفورمولا والكلام ده كله، دلوقتي ما بيحتاجوش يعملوها، فدي بتقلل فعلا من اللود على الدكاتره بشكل كبير هنا في المانيا. انا بعيد نفس الكلام يعني. طيب انا اعتقد بقى ان احنا خدنا يعني بريك كويسه، ايه رايك؟ معلش عباس قبل ما تبداوا كان في سؤال كده، كان في حاجه دايما بتلخبط منها ان يقول لك العضله دي البيست is only الاكشن بتاعها في الادكشن مثلا ده act as depressor elevator او depressor. طب دي اللي هي ما دي النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها في موضوع الاولاني اللي هو الموتيليتي دي. بص انا هبسطها لك يعني. بص هو انت عموما يعني ميديا ريكتس ولاتر ريكتس واضحين ما فهمش مشاكل، يعني ميديا ريكتس ادكشن لاتر ريكتس ادكشن ما فهمش مشكله، تمام؟ السوبير ريكتس لو انت ركزت على الـ على الـ على الاناتومي بتاع، خلينا في واحده بس يعني السوبير ريكتس دي لو انت ركزت عليها
بالاساس اول واهم وظيفه لها انها بترفع العين لفوق، بتعمل اليفيشن. تمام تمام جميل. طب بس هي لها وظيفتين تانيين اللي هو انها بتعمل انتورشن وبتعمل برضو حاجه اللي هي اسمها الادكشن، بس دول وظيفتين صغيرين مقارنه بالاليفيشن. يعني الاليفيشن هو الهدف الاساسي بتاعها. طب انا دلوقتي انا بصيت بعينيا اليمين لبره لليمين عملت ابدكشن. تمام تمام. فدلوقتي الفيجوال اكسس بتاعي ما بقاش بص لقدام، بقى باصص لبره. تمام. والاناتومي بتاع الميديا السوبر ريكتس اصلا باصص لبره اوريدي يعني. تمام تمام. فالاثنين بقوا لحمين في بعض، الفيجوال اكسس مع الماسل بلين، الاثنين نفس الاكسس. جميل تمام. فانت عندك كوره وحاجه بتشد من فوق. تمام. بتشد في اكسس واحد بس، فميكانيكالي هتلاقي الكوره دي مشدوده لفوق، لا هتشد لا لبره ولا لجوه ولا هتلف ولا تعمل اي حاجه، لانه الاكسس بتاع الكوره اللي هو الفيجوال اكسس هو الاكسس بتاع المسل اللي هو بتاع سبير ريكتس، وبالتالي لما تيجي تشتغل هتشد العين لفوق. يعني دي زي بيقولوا ان ده البيست بوزيشن ان انت تو تيست السوبيريور ريكتس مثلا، ده في بالظبط. دي اللي انا بتلخبط منها، بس انت وضحتها كده كويس. يعني ما دام ماشيه مع الاكسس هي الفانكشن بتاعها بيبقى اوضح يعني. صح بالظبط. وقيس على كل العضلات الثانيه بقى، قيس على الانفيرور ريكتس، قيس على السوبيريور بليك او الانفيرور بليك. تمام صح. نفس الكلام يعني. شوف حتى بالمنطق وبالعقل، شوف العين دي عباره عن كوره لفت فين بالظبط، والاكسس بتاع المسل اللي انت عايز تشوف الفانكشن بتاعها فين من الاكسس ده، عمودي عليها ولا ماشي معاها. صح تمام. لو ماشي معاها هترفع الكوره او تنزلها، لو عمودي عليها هتلفها لجوه او تلفها لبره على حسب. تمام كده اوضح. تعملها روتيشن. شكرا يا عباس. بس قبل ما تبدأ، في اقتراح من أحد الأخوات إن احنا نبدأ لو في 10 دقائق في الآخر، لو حد عنده positions في الأماكن اللي هو فيها، أو لو بالعكس حد عايز يقول إن هو يعني يعلن عن نفسه أو يقول إن هو محتاج اشتلة في الفترة الجاية، فده بعد ما تكمل ان شاء الله هنعمل 10 دقائق. الناس يعني ممكن لو يقدروا ينتظروا يعني او كده ممكن ينتظروا، ما فيش مشكلة. اوكي تفضل. ابتدي. تفضل. اوكي نجيب تاني ده. اوكي تمام. الاسترابيزموس نفسه زي ما في بعض الناس تبقى عارفه، في يعني انشين او سنشين هينشين والحاجات دي، في بجريفه معينه في الاسترابيزموس عشان لما تيجي تقرا تقرير تبقى فاهم ده قصده ايه بالظبط، هو بيتكلم على ايه. اول بجريف معانا هو الفوري ده هو عباره عن لاتنت شيل، بمعنى انه العيان اللي انا شايفه قدامي او اللي داخل عليا انا مش شايف ان عنده اي حول خالص، الراجل عينيه الاثنين قدام ما فيش اي عين منهم فيها حول. تروبي سوري. وبالفوري برضو هكتشف انا بعدين ان هو عنده لاتنس شيل، بس معنى كلمه فوري ان هو لاتنس شيل. تروبي معناه مانيفست شيل، معناه ان انا شايفه، انا بعيني شايفه كأنترزوفر، زمايله في المدرسه او اهله او جيرانه او اي حد بيقول العيان ده عنده حول، عكس العيان اللي هو الفوري الراجل محدش بيقول خالص انه شاف عليه حول بس عنده مشاكل زي مثلا كوبش ميرتن زي ما قلنا في الاول، او ديبلوبيا احيانا برضه. اورثو، كلمه اورثو معناها ان في باراليل شتانت، يعني العينين الاثنين مظبوطين يعني باصين قدام ما فيش اي زاويه ما بين العينين الاثنين. ايزو سواء ايزو فوري او ايزو تروبي معناها ان العين دي بتحول لجوه، داخله لجوه، داخله ناحيه النوز. اكزو معناها ان العين بصه لبره، يعني بصه بعيد عن النوز، سواء اكزو فوري او اكزو تروبي. هايبر معناها في عين اعلى من عين،
هايبرتروبي، لو انا قلت هايبرتروبي لازم احدد اي عين. لو انا قلت هيبر او هيبرتروبي غشت، معنى كده ان العين اليمين هي اللي اعلى من العين الشمال. الالمان بيستخدموا مصطلح مش موجود في الـ في الـ في الـ يعني في الـ يعني انجلو ساكسوني ليتريتشر، اللي هو البلوس فودي والمينوس فودي. بلوس فودي معناها انها في فيرتيكال، فودي معناها فيرتيكال ديفياسيون او فيرتيكال ديفيشن، بلوس فودي معناها ان العين اليمين اعلى من العين الشمال ايا كان مين اللي فيه المشكله. تمام، بلوس فودي معناها على طول ان العين اليمين اعلى من العين الشمال. مينوس فودي معناها ان العين الشمال اعلى من العين اليمين برضو ايا كانت المشكله في انهي عين. انا بوصف بس انهي عين اعلى من الثاني. الامريكان بيستخدموا right over left او left over right. الامريكان الالمان بيقولوا بلوس فودي او مينوس فودي، بيقولوا انهي عين اعلى من الثاني. هيبو ده لو انا بوصف برضو انهي عين، يعني هيبوتروبي لينكس او هيبوتروبي غشت، معناها ان العين دي هي اللي نازله لتحت بس، يعني الاستخدام بتاعها بيبقى محدود في يعني دايجنوزيس معينه. لكن اكتر استخداما هتلاقي كل البريفات المكتوبه تلاقي بلوس سعودي او مينوس سعودي. سيكلو معناها ان العين دي لفه، هل لفه لبره ولا لفه لجوه. لو لفه لبره بنقول عليه اكسيكلو او اكسيكلوتوزيون، لو لفه لجوه بتقول عليه انسيكلوتوزيون. الفحوصات اللي انا ممكن اعملها عشان اكتشف بيها الحول ايه هي؟ في فحص بسيط وسهل اسمه اللي هو الهيرشبرج تيست، ان انا بستخدم لايت سورس وبحطه على ببص بحطه في النص واشوف اللايت واقع فين بالظبط في على الكورنيا. هل هو واقع بالظبط في النص ولا لا؟ هل هو واقع على البوبيلن راند؟ لو وقع البوبيلن راند لو لبره معنى كده انه ايزوتروبي او يعني انها حول لجوه زي هنا. اللي تحت ده معناها انه اكزوتروبي. لو وقع اللي تحت معنى كده ان العين دي اعلى عاليه فوق هيبرتروبي، او وقع لفوق معنى كده ان العين دي نازله تحت ده هيبوتروبي. بس ما مدى جدوى الفحص ده؟ الفحص ده ممكن يديك فكره عامه لكنها فكره ممكن تبقى مغلوطه وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه 100%. لو بصيت هنا هتلاقي العيان اللي على العين اليمين على الايد اليمين هتلاقيه عنده حول واضح جدا لبره، بالرغم من انه ما عندوش حول اصلا، يعني ما عندوش حول تماما. الراجل ده مجرد ان انت شفت اللايت ريفلكس واقع لجوه ادالك انطباع ان هو بيحول لبره، وهو ده مش صحيح، ده مش مظبوط. هيثم كان اتكلم المره اللي فاتت برضو في البرزنتيشن بتاعه على حاجه اسمها الفينكل كابا. الفينكل كابا دي هو عباره عن زاويه ما بين الفيجوال اكسس والبيوبل اكسس. فانت اهم حاجه بالنسبه لك هو الفيجوال اكسس مش البيوبل اكسس. بالهيرشبرج تيست بيدي لك فكره بس قد تكون مغلوطه، لازم يعني تتجنبه في الفحص. انت ممكن بشكل عام تبص كده لكن تجنبه دايما في الفحص. هنا العين ده برضو بيدي لك انطباع انه ممكن يكون عنده حول لجوه، لكن لو ركزت هتلاقي ان اللايت موجود في النص وهو عنده ايبيكانثس اللي فوق واللي تحت، وبالتالي بيدي لك انطباع غلط ان هو عنده حول لجوه. طب انا ازاي اعرف هل الحول اللي انا شايفه ده حول حقيقي ولا مش حول حقيقي؟ هنعرف بعد دي. الفينكل كاب اللي كنت بقول لكم عليها، انت لو حطيت زي خط احمر خط في النص كده، الصوره اللي في النص الخط الاحمر واقع في نص البيوبل بالظبط، وكذلك اللايت ريفلكس، وده يقول لك ان العيان ده ما عندوش اي حول. الصوره اللي فوق دي هتلاقي ان اللايت ريفلكس واقع ناحيه النوز، ودي بنقدر نقول عليها بوزيتيف انجل كابا، ودي بتدي لك انطباع وكان العيان عنده حول لبر، لكن ده ممكن ما يبقاش حقيقي. وكذلك للتحت هتلاقي ان اللايت ريفلكس واقع بره وبيدي لك انطباع وكان العيان عنده حول لجوه. فزي ما قلنا الهيرشبرج تيست ممكن تعمله سريعا لكن ما تعتمدش عليه بالاساس على التشخيص. المهم هو الكفر تيست. الكفر تيست ده هو اللي بيقول لك العيان ده عنده حول ولا لا، والحول اللي عنده ده هو لاتنس شين ولا مانيفست شين. الكفر تيست منه اربع حاجات. في حاجه اسمها كفر تيست او الالمان بيقولوا ابتك تيست،
uncover test الاوفتك test والalternate cover test والprism cover test. طب ده انا بعمله ازاي؟ عندي العيان اللي فوق، انا طبعا الكفر تيست ده مهم جدا ان انا اعمله للبعيد وللقريب، لازم اعمل اشوف في فرق كمان ولا لا. هنشوف الصوره دي مثلا، العيان الاولاني ده عندي انطباع وكان عنده حول للداخل، عنده ايزوتروبي العين الشمال. هغطي عين اللي هي العين اليمين واشوف العين الشمال هتتحرك ولا لا. لما غطيت حصل ايه؟ حصل ان العين الشمال بدات تتحرك عشان تاخد الفيكسيشن، وده معناه ان العيان ده فعلا عنده حول داخلي حقيقي، بمعنى ايزوتروبي او مانيفست شيلن اللي هو مانيفست انن شيلن، هو حول موجود بالفعل. اول ما غطيت العين الثانيه اللي واخده الفيكسيشن، العين اللي فيها الحول بدات تتحرك عشان تاخد هي الفيكسيشن. اللي تحت نفس القصه، العيان اللي تحت عنده حول لبره، انا شايف حول لبره، بس هل ده حقيقي ولا لا؟ لازم اعمل الكفر تيست، اقفل العين اللي ما فيهاش حول واشوف العين بتتحرك ولا ما بتتحركش. العين الثانيه، العين الثانيه اتحركت، معنى كده ان ده حول حقيقي مانيفست شيلن. والموضوع ده لازم اعمله على كل عين، يعني مش مجرد بس العين اللي هي اليمين، لازم اعمل مره هنا ومره هنا، لانه بعض الناس بيبقى عندهم حول صغير خالص انا مش شايفه، او انطباع خاطئ من الفينكل كابا، فلازم مره اقفل العين اليمين واشوف العين الشمال بتتحرك ولا لا، وبعد كده اشيل الكفر خالص وابعده، اخلي العيان ياخد راحه شويه ثانيتين ثلاثه، يعمل باينوكولر، ياخد الباينوكولر فيجن بتاعه تاني، وابدا اقفل العين الشمال واشوف العين اليمين بتتحرك ولا لا. اي عين فيهم بدات تتحرك معنى كده انه ده حول واضح مانيفست شيلن او تروبي، ايزوتروبي لو الحول داخلي، اكزوتروبي لو حول خارجي. ما عنديش كفر، ممكن بكل بساطه استخدم ايدي، ممكن استخدم ايدي، ممكن استخدم صبعي بحيث ان انا ايه اقفل عين واشوف العين الثانيه بتتحرك ازاي. دي برده من الحاجات السريعه، انا مثلا انا اصلا ما بشتغلش حول، بشتغل حاجه ثانيه، وشكيت في عيان انه ممكن يكون عنده حول، بكل بساطه اقفل عين كده بايديا او اقفل عين بصبعي واشوف العين الثانيه بتتحرك ولا لا، واعيد الكلام ده مع العين الثانيه. الانكفر تيست، الانكفر تيست ده بقى انا بعمله لما الكفر تيست ما طلعليش حاجه، اللي هو الابديكت تيست الاولاني ده ما طلعليش حاجه، قفلت عين ببص على العين الثانيه ما اتحركتش، قفلت العين الثانيه ببص على العين الاولانيه ما اتحركتش، معنى كده العين ده ما عندوش مانيفست شيل. بعمل حاجه اللي اسمها انكفر تيست. العيان زي ما انتم شايفين كده، اول عين دي مثلا، العيان مش باين عنده حول خالص، الراجل عينين الاثنين باصين قدام. هقفل عين زي كده واشيل الكفر تاني، هلاقي العين اللي كان تحت الكفر بتتحرك من جوه لبره، معنى كده العين دي كانت تحت الكفر داخله جوه، واول ما شلت الكفر العيان بالباينوكولر فيجن بتاعه عمل الموتور ادابتيشن اللي انا قلت عليها، ان هو رجع عينه من جوه لبره تاني عشان عينين الاثنين يبقوا مستقيمين وما يشوفش دبل. في انواع من الكفر، يعني الكفر، في كفر الاسود المعروف ده، كفر ممكن تقفل واول ما تشيل تبص، في كفر تاني بيبقى زي الميلش جلاس كده، ان هو ممكن تحطه وتشوف تحت الكفر هل العين بتتحرك ولا لا. وكذلك بالنسبه للعين اللي تحت برضو، العيان ده برضو واضح انه عنده ايه، ما عندهش اي حاجه، ما فيش اي مشاكل، قفلت عين، العين اللي تحت الكفر بدات تتحرك بس انا لسه مش شايف ده، اول ما اشيل الكفر هتلاقي العين بتتحرك من بره لجوه عشان تاخد الفيكسيشن تاني وشوف بعينين الاثنين باينوكولر كويس. وده معناه انه لو لقيت حركه تحت الكفر ان ده عيان عنده فوري او عنده لاتنت شيل. تمام، في اي وقت لو حد عنده اي سؤال او استفسار ممكن يرفع ايده ودكتور احمد هينبهني ان شاء الله. ده برضو حاجه زي ده الانكفر تيست، شوف العيان عينه اتحركت تحت الكفر. رفع ايده. اوكي، السلام عليكم. انا عندي سؤال تحت الله يخليك. الكفر تيست كنت كاتب اف ان اللي هو فعلا النيه، يا بالظبط بالظبط. طب مش في النيه كونفرشنز بيحصل؟ صحيح. ازاي اقدر اعرف ان ده مش من كونفرجنس لكن من الاسترابيزموس؟ تمام، انت كشخص طبيعي بتعمل كونفرجنس كويس،
وعندك باينوكلر فيجن كويس لما بتيجي تبص على اي حاجه اندرنيه وانا عملت لك كفر مش هيحصل اي حركه تماما. تمام. يعني الطبيعي طبيعي ان انا عندي انا بعمل كلنا بنعمل كونفرجنس لما نيجي نبص على حاجه في القريب، بس الطبيعي برضو ان انا لما اعمل كفر وانت بص على حاجه في القريب وما عندكش اي مشاكل مش هيحصل حاجه، مش هيحصل اي حركه. في بعد كده انت ممكن تقيس الكونفرجنس بتاع العيان، يعني دي تستات تانية، يعني انا اقيس الكونفرجنس بتاع العيان ده بيعمل كونفرجنس كويس ولا لا. طب ايه الفايده ان انا اعملها في الاندنيه؟ يعني ليه ما عملهاش بس في الفار سايت ما عملهاش في النير سايت؟ يعني عشان حاجتين، اول حاجه الدياجنوز، وتاني حاجه كمان المانجمنت. يعني مثلا هدي لك مثال بسيط، العيان اللي عنده ابدوتسنس باغيزا، راجل عنده العين اليمين حصل فيها ابدوتسنس باغيزا، معنى كده اللاتر ريكتس ما بتشتغلش كويس، واللي جوه اللي هي يعني ايه الميديا ريكتس شغاله كويس، ما عندكش مشاكل صح؟ تمام. فانت دلوقتي لما تيجي تتكلم العيان بص لبعيد، اللاتر ريكتس مش شغاله، الميديا ريكتس هي اللي شغاله، وبالتالي زاويه الحوله تبقى 10 درجات مثلا. تمام. هتيجي تبص لجوه هتعمل كونفرجنس لان الميديا ريكتس برده ما زالت شغاله. تمام. هتقيس زاويه هتلاقيها 5 درجات مثلا. تمام. فانت عندك فرق ما بين الفرن والنية. العيان اللي عنده ابدوتسنس باريزا دايما عنده زاويه حول لبعيد اقرب اكتر من قريب، ده هيدي لك فكره ده العيان ده عنده ابدوتسنس باريزا. يعني في الكفر تيست مش مجرد بشوف اللي حصل استابيزموس ولا لا او اي موفمنت، ده انا كمان بقيس الزاويه مش كده؟ ده هنيجي للنقطه دي دلوقتي. يعني انا بس اول حاجه انا عايز اعرف العيان ده اوريدي عنده حول ولا لا، يعني انا بس عايز افهم هل العيان ده عنده في حول موجود ولا ما عندوش حول. تمام. تمام. شكرا جزيلا. تحت امرك. اي اسئله تانية؟ لا خلاص شكرا جزيلا. تمام. دلوقتي ده عيان عنده برضو فوغي، عنده اكزوفوغي يعني حول خارجي ولكن ليتنت، هو بص بعينين الاثنين اهو، يعني انا غطيت عين بشيل الغطاء بلاقي العين بدأت تتحرك من بره لجوه، بغطي العين الثانيه بتتحرك من بره لجوه، ولما الاثنين يكونوا مفتوحين ما عندوش حول خالص. دي فائده الانكفر تيست، ان انا اطلع اللاتنت شين. تمام. اوكي. بعد كده الخطوه اللي بعد كده بقى، انا دلوقتي العيان ده استبعدت ان عنده استرابيزموس خلاص، يعني هدور على الاسباب الثانيه اللي بتعمله المشاكل، بس العيان ده عنده استرابيزموس سواء ليتنت او مانفست، لازم اقيس الزاويه دي قد ايه، اقيس عنده قد ايه حول. ده بعمله بالبريزم كفر تيست، عندي بريزم وعندي كفر، البريزم بحطه على العين اللي فيها حول والكفر بحطه على العين الثانيه. في حاجة، أول حاجة اسمها spontan prism cover test أو spontaneous prism cover test، إن أنا بحط prism على العين اللي فيها حول وcover على العين الثانية، وبعد كده بعمل إيه؟ بشيل الcover، وبعد ما أشيل الcover بشوف العين بيحصل فيها حركة ولا لا. تمام؟ يعني العين اللي قدام ده مثلا أول واحد خالص فوق، الراجل ده عنده حول لبره، حطيت البريزم على العين اللي فيها حول وحطيت كفر على العين الثانيه اللي ما فيهاش حول. المفروض ان انا اشيل، يعني خلينا من الصوره اللي تحت، خلينا في اول صورتين بس، هشيل البريزم سوري هشيل الكفر واشوف في حركه ولا ما فيش حركه في اي عين من الاثنين. لو في حركه معنى كده ان زاويه الحول لسه ما اتظبطتش 100%، لازم ازود البريزم، اقعد ازود ازود ازود, أزود لغايه لما ما يبقاش في حركه تمام. والسبونتان بريزم كفر تيست ده بيقيس بس التروبي، بيقيس زاوية الحول المانيفست. في خطوة تانية بقى اللي هي الالترنيرنت بريزم كفر تيست، انه بحط البريزم على العين اللي فيها حول وبحط الكفر على العين الثانية، وببدأ اغير، اقوم ناقل من العين الشمال على العين اليمين وانقل تالي من العين اليمين على العين الشمال واشوف في حركة ولا مفيش حركة. لو في حركة معنى كده انه برضو زاوية الحول مش متقاسة كلها، لازم ازود بريزم كمان، اقعد ازود بريزم ازود 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 لغايه لما الاقي مفيش حركه تمام. والكلام ده برضو بعيده في الفرن وفي النيه. تمام. ده الفرق ما بين السبونتان بريزم كفر تيست اللي بيقيس المانيفست شين بس،
والالترنيرنج بريزم كفر تيست اللي بيقيس الاثنين مع بعض التروبي والفوري زي ما قلنا فيرنا ونيا. اهم حاجه انك انت تعمله ميد كوركتور، مهم جدا 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 ان العيان يكون لابس الكوركتور بتاعه. ليه؟ لان بعض العيانين بيبقوا عاملين اكوموديشن، والاكوموديشن جزء منه بيعمل كونفرجنس. فبالتالي لو العيان الاكوموديشن بتاعه ما زال موجود وانا ما ريحتش الاكوموديشن بتاعه، بالتالي هيزود الكونفرجنس وبالتالي هيطلع لي زاويه اكبر من العيان من المفروض ان انا اقيس عند العيان. وده بنشوفه كتير جدا في عيانين اللي هم الهايبروب اللي بيبقوا مثلا اكتر من بلس 6 او بلس 7، دول بيبقى عندهم اكوموديشن، والاكوموديشن او حتى والله احيانا بيبقى بلس 2 بلس 3 ممكن اكوموديشن يعمل كونفرجنس زياده وبالتالي يخلينا اقيس زاويه اكبر من المفروض اقيس عند العيان. البريزمات فيه حاجتين، في عندك حاجه اسمها البريزما بار ده اللي هو على الشمال، او الاينسلن بريزم اللي هم اللي على اليمين. دول كل واحد ولو يعني بمزاجه، يعني ممكن يستخدم ده او يستخدم ده. المهم جدا في البريزم بار لو بداتوا تركزوا على البريزم بار ده هتلاقوا فوق خالص مفروض دي البريزمات القليله، وكل ما تنزل تحت هتلاقي البريزم تخن. المهم جدا في البريزم بار ده انك انت تستخدم الفلات سايد ناحيه العيان، لازم الفلات سايد ده يبقى ناحيه العيان والبريزم ناحيتك، لانك لو استخدمته بالعكس هيدي لك زاويه تانية مختلفه تماما. اما الاينسلن بريزم سواء تمسكها كده كده او كده الاثنين نفس الحاجه. اقيس الزاويه في اي اتجاهات زي ما قلنا فيرن ونية واضح، لازم اقيس في البرايمر بوزيشن يعني هنا هنا سوري معلش في البرايمر بوزيشن، في الاوف بليك، في الاب بليك، في اللينكس بليك وفي الغشتس بليك، دول مهمين جدا. وبعض العيانين بتقيسهم مع النايجون، ان تخلي العيان يبص يعني تعوج راسه يمين تعوج راسه شمال وتشوف الزاويه عامله ازاي. فدي البوزيشنز اللي المفروض تقيس فيها زاويه الحول. كده كده دي مش يعني في المانيا دي مش وظيفه الدكتور، دي وظيفه الاورثوبتست، هي بتعملها اوريدي لوحدها. برضه نقطه مهمه على البريزم بار، لما تيجي تلف راس العيان لازم تلف البريزم معاه، يعني ما تسيبش البريزم زي ما هو ممسوك في الاول، لازم لما العيان يلف راسه لازم تحط البريزم بنفس الميل بتاع العيان عشان تقيس الزاويه مظبوط. طب في بعض العيانين بيبقى عندهم حاجه اسمها ال سنسوري اكزوتروبيا مثلا، يعني دول بيبقوا عيانين مثلا عيان عمل 50 60 عمليه نتس هاوت، عمل يعني خلاص العين اتعمل لها 500 عمليه ومش شايف، والعين دي بدات تحول لبر بدات تحول للبر. العيان ده ما بيعملش فيكسيشن بالعين اللي بايظه دي، اقيس زاويه الحول ازاي وهو اصلا ما بيعملش بيها فيكسيشن؟ لو انا عملت كفر للعين السليمه العيان مش هيحرك عينه اصلا لانه كده كده ما بيعملش فيكسيشن. فبعمل حاجه اسمها كريمسكي تيست. بعمل ايه؟ بستخدم البريزم على العين السليمه وكانها هي اللي فيها الحول لغايه لما اشوف العين الثانيه بتتحرك وتوصل للنص. نقطه برضو مهمه للبريزمات، البريزم لما تيجي تمسكه لازم تمسك البريزم الشبيتس بتاعته الايبكس بتاعته في اتجاه الحول. يعني نرجع نقطه ثانيه بس بسيطه لهنا، زي العيانه دي مثلا البيزس جوه والايبكس بره، معنى كده العيانه دي عندها حول خارجي او اكزوتروبيا، ان انا بمسك دايما البريزم الايبكس في اتجاه الحول او البيزس عكس اتجاه الحول، يعني كل واحد يقدر يعملها زي ما هو شايف. هنا العيان ده عينه الشمال فيها حول بس العين الشمال ما بيشوفش بيها، ما بيعرفش يعمل بيها فيكسيشن. اعمل ايه؟ اقوم حاطط البريزم على العين السليمه وكأن العين اليمين هي اللي فيها الحول، وزي ما قلنا الشبيتسه او الايبكس ناحيه اتجاه الحول، واقعد ازود 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 البريزم لغايه لما الاقي اللايت ريفلكس وصل هنا للنص. طبعا الصوره دي مش 100% مظبوطه لان المفروض العين اليمين تتحرك كمان هي كمان لجوه، لكن دي الفكره ان انا عيان ما بيشوفش بعين احط البريزمات على العين السليمه اللي بتشوف بيعمل بيها فيكسيشن لغايه احرك العين الثانيه، والعين الثانيه لما تتحرك هتيجي في النص هقول دي زاويه الحول بتاعت العين.
والتست ده مبني على اللو اللي احنا قلناه في الاول هو الهيرينجز لو. ان دلوقتي العين الشمال اليمين هتبدا تتحرك ناحيه الشمال تعمل ادكشن، في نفس الوقت بيحصل ستيميليشن لللاتر ريكتس بتاعت العين الثانيه هتتحرك معاها، وبالتالي العين الشمال برضو هتتحرك ناحيه الشمال لغايه لما توصل لنقطه النص. دي فايده الهيرينجز لو اللي احنا قلناه في الاول. لغايه دلوقتي في اي نقطه برضو مش واضحه او حاجه، او حد حابب يسال على حاجه؟ حتى عنده اي اسئله؟ انا حابب اسال. انا حابب اسال. اتفضل. إيه، طب ممكن نرجع صوره للكاتب المسك ده. المفروض بتقول ان الايبكس يبقى باصص ناحيه الحول، تمام؟ بس الحاله دي مثلا العين الشمال عامله ايزو، فبالتالي المفروض اتجاه الحول ناحيه اليمين، فالايبكس المفروض ناحيه اليمين، ولا المقصود يعني الايبكس انت بتحطه على العين، على يعني الايبكس في العين اللي فيها حول، لو انا حطيت البريزم ده على العين الشمال هقلبه، هخلي الايبكس ناحيه الحول. صح، تمام. انا هنا انا عملت العين اليمين وكان هي اللي فيها الحول، يعني لا نفترض ان العين اليمين فيها هي كان فيها هي الحول الداخلي اللي هو الايزوتروبيا، فانا حطيت البريزم الايبكس ناحيه النوز ناحيه اتجاه الحول. ده لو في العين الشمال، بس انت افترضت برضو ان قصدك ان العين اليمين واي كانها عندها حول برضو ناحيه ناحيه جوه. برضو يعني بنفس الاتجاه كمان. بالظبط. دي نقطه مهمه، دي نقطه حلوه اللي انت قلتها، ان انت دلوقتي انا بستخدم سواء البريزم بار او البريزم العادي، العيان عنده حول داخلي، العين اليمين باصه لجوه او العين خلينا في العين الشمال داخله لجوه، هحط البريزم الايبكس داخله ناحيه النوز. طب انا عايز اقيس على الناحيه الثانيه، هحط برضو الايبكس ناحيه النوز. فهم. يعني في اي عيان عنده ايزوتروبيا عنده حول داخلي هتحط الايبكس دايما ناحيه النوز، تقدر تقول كده يعني. طيب سؤال مش عارف هتذكره بعد كده ولا لا، بس هو حته الايبكس بقى بتفرق عن العلاج عن الفحص، صح كده؟ يعني الايبكس في الحول في الفحص، لكن في العلاج البيز، صح كده؟ ولا هي سابقه لوانها؟ هي بص يعني حتى لو انت هتعالج عيان عنده حول زي ده مثلا وعايز تركب له بريزم هتحط برده نفس القصه نفس الكلام ده. انا النقطه اللي انت عايز تقولها دي انا فاهم قصدك، بس العلاج حتى برده بنفس القصه الايبكس ناحيه الحول. اوكي، يعني انت قصدك عليه غالبا الاكسرسايزز لما تيجي تعمل اكسرسايز. بس دي ما دي يعني خليها على جنب. معلش عشان بلاش لخبطه. ماشي، شكرا. في حد تاني عنده اي اسئله؟ مفيش. لا اجيب واحد لو ما حدش رفع ايده. اوكي تمام، خلصنا قياس زاويه الحول. انا قست زاويه الحول للبعيد وللقريب وزي ما قلنا يمين وشمال وفوق وتحت. هشوف برضو الموتيليتي، اخبار الموتيليتي ايه، هل العيان ده في عنده اي افكشن موتيليتي ولا لا، لانه هيفرق معايا في الدياجنوزس. زي عيان الابدوتنس باريز زي ما قلنا مثلا العين ما بتتحركش لبره لان الابدوتنس فيه مشكله. انا الموتيليتي بكشف على اول حاجه على العينين الاثنين مع بعض، يعني باينوكولر موتيليتي. العيان بيبص بعينين الاثنين ناحيه اليمين ناحيه الشمال لفوق لتحت وهكذا، زي الصوره مثلا. سوري الصوره دي تاني، يعني زي ما احنا شايفين في البرايمري بوزيشن هيبص لفوق هيبص لتحت هيبص ليمين هيبص شمال فوق وتحت يمين تحت وهكذا، وبتشوف الموتيليتي اخبارها ايه. طب انا بقيس الموتيليتي ازاي؟ في ال الامريكان يعني ناس بتقيس بارقام اللي هو مثلا 1 2 3 4، كل لما زاد الرقم كل ما كان الموتيليتي احسن. يعني لو كتبت مثلا بلس 1 معنى كده الموتيليتي اعلى من الطبيعي بواحد، يعني كلام عام كلام مش محدد يعني. لكن انا لو عايز اقيس الموتيليتي مظبوط في عندك كذا طريقه. في حاجه اسمها كيستن باومبريلا اللي انت شايفها قدامك دي، العيان بيلبسها وبتشوف البيوبل بتتحرك، لو عملت ابدكشن بتتحرك كام ملي على المسطره اللي انت شايفها دي، والكام ملي دول كل ملي منهم عباره عن خمس درجات. فانت العيان الطبيعي بيبقى عنده مثلا 40 او 45 درجه موتيليتي في كل الاتجاهات.
الكاستم بقى امبريلا مش شرط انك انت تقيس الموتيليتي، انت بكل بساطه باللينيال اللي معاك في جيبك في اي حاجه، في اي حاجه ممكن تحط رقم الصفر على الليمبس وتخلي العيان يبص في الاتجاه اللي بره او اللي جوه زي ما انت عايز، وشوف الليمبس اتحرك كام ملي. وكذلك هتعرف تقول والله الليمبس اتحرك 3 ملي بقى عنده 15 درجه، اتحرك 5 ملي عنده 25 درجه. فمش لازم التعقيد بتاع الكاستم امبريلا. وزي ما قلنا هنعمل باينوكلر، العيان هيبص بعينيه الاثنين وتشوف الموتيليتي اخبارها ايه، بس لازم برضو بعد كده تقفل عين وتشوف الموتيليتي بتاعت كل عين لوحدها عامل ازاي. لان منطقي وطبيعي انه عيان مثلا عنده حول بعينيه اليمين لما للداخل، عيان عنده رايت ايزوتروبيا هيبص ناحيه اليمين، العين اليمين مش شرط انها تيجي للاخر، مش تعمل ابدكشن 100%. طب العين اليمين ما عملتش ابدكشن 100%، اعمل ايه؟ اقفل العين الشمال وخليه يكمل بص بالعين اليمين لبره، هتلاقيه بيكمل عينيه اليمين ممكن تطلع على بره، ما عندوش اي موتيليتي افكشن. فاي حاجه باينوكولر لو لقيت فيه افكشن، لقيت في اتجاه معين الموتيليتي مش 100%، اقفل العين السليمه وشوف العين الثانيه بتتحرك للاخر ولا لا. ودايما لما تيجي تفحص العيان هتحط التاشن لامب في النص، ولما تيجي تتحرك تحرك انت كمان مع التاشن لامب عشان تشوف اللايت ريفلكس واقع في السنتر بتاع بيوبل ولا لا، عشان يدي لك فكره هل فعلا الموتيليتي فري ولا لا. مش مجرد ان انت تتحرك بس التاشن لامب كده وانت بص العين قدامك، يعني لازم تتحرك مع التاشن لامب وتشوف بيتحرك 100% ولا لا. وكذلك مع كل حركه لازم تبتدي من النص، هتقيس الرايت الموتيليتي للرايت، تبدا من النص وتحرك التاشن لامب للرايت. عايز تعمل حركه تانية ترجع تاني للنص وتبدا الاتجاه التاني اللي انت عايزه براحتك يعني، بس دايما ترجع للنص وتبتدي من النص. عيان زي ده مثلا زي ما قلنا، عيان ده عينيه الشمال فيها حول واضح خالص، بيبص ناحيه الشمال تحس وكان الابدكشن هنا افكتد، صح؟ يعني كان في افكشن الابدكشن هنا، الابدكشن سوري، العين ما بتتحركش لبره. طب ده صحيح ولا مش صحيح؟ لازم تقفل العين اليمين وتخلي الطفل او العيان يبص برده تاني لبره ونشوف هيتحسن ولا لا. ما ينفعش برده مفيش حركه، تعمل ايه؟ في تيست تاني اللي هو حاجه اسمها الفيستيبولو اوكولار ريفلكس، ما علينا من الاسم، لكن بكل بساطه انت هتعمل ايه؟ سوري، هتعمل تلف راس العيان، يعني طبعا مش بالقوه دي، مع الكبار ممكن تعملها، لكن تلف راس العيان وتشوف العين بتيجي ولا ما بتجيش. تمام؟ يعني دايما ابتدي باينوكولر، لقيت افكشن اقفل عين، لقيت برضو افكشن اعمل الحركه بالراس كده عشان تشوف العين بتكمل ولا ما بتكملش. دي فائدتها ايه؟ هتبان بعدين. وزي ما قلنا هنا الموتيليتي برايمري بوزيشن يمين شمال فوق تحت، يمين فوق يمين تحت، شمال فوق شمال تحت، وانك تحرك راسه يمين وشمال يعني تعوجها كده، دي مهمه للحاجات الثانيه يعني هنفهمها بعدين، بس اهم حاجه التسعه بوزيشنز اللي فوق دول. البوبيل موتوريك مهم جدا، يعني لازم تفحص تشوف العيان عنده انايزو كوريا ولا لا، عشان برضو تفكر والله لو عيان عنده انايزو كوريا اكتر في اللايت، معنى كده ان الفايتا بوبيل هي اللي افكتد، وبالتالي العيان ده تفكر ممكن يكون عنده اوكلوموتوري ستاريزا. دي من الحاجات اللي لازم، يعني مش هدخل فيها بالتفصيل، لكن دي من الحاجات اللي لازم تفحصها في عينين الحول وتشوف في انايزو كوريا ولا لا. فيش سبيشال موتيليتيت، دي اخر حاجه. عندك الكونفرجنس، الاو كا ان او الاوبتوكينيتش نستاجموس ساجادن والفولج بيفيجونج، دي مهمتها ايه؟ مهمتها انك تعرف ال بيسموه ايه، النيورو ماسكولار كنترول، او لا بيسموه ايه اللي هو السوبرا نيوكلير كنترول، او بلاش الكلام المعقد ده، الكنترول بتاع الاي موفمنت كويس ولا لا، يعني هل في كنترول على الاي موفمنت ولا ما فيش. الكونفرجنس بكل بساطه انك انت بتجيب قلم وتجيبه من بعيد تقربه وتشوف العيان بيعمل كونفرجنس لغايه فين، والنقطه دي هي اللي هتقول يعني العيان ده عنده كونفرجنس كويس ولا ما عندوش كونفرجنس كويس، لغايه لما عين تحود لبره، يعني تقعد تقربها لغايه لما عين تحود لبره، وهي دي النقطه اللي بتقيسها من عينه للنقطه دي وتقول ده العيان عنده كونفرجنس
كم سنتي كم سنتي متر. مهم لبعض النيورولوجيكال ديزيز زي مثلا عينين الباركنسون دول بيبقى عندهم كونفرجنس انسفيشنسي ما بيعرفش يعمل كونفرجنس اصلا. بعض العيانين بيبقى عندهم اوريدي كونفرجنس انسفيشنسي بدون اي امراض. ودي الفايده بقى بتاعه انك تقيس زاويه الحول اللي بعيد والقريب لان ممكن زاويه الحول اللي بعيد تبقى كويسه والقريب تبقى اكتر يبقى عيان عنده حول كبير القريب اللي مش عارف يعمل كونفرجنس. الكوكا ان ده زي ما كتير اكيد عارفين زي انت لما بتبقى قاعد في القطر او بتتابع البويمه بره انك انت بتحرك عينيك لا اراديا في اتجاه معين نتيجه لانك انت بتعمل فولج بفيجون بتتابع حاجه معينه والحاجه دي لما تروح بترجع تبص على حاجه تانية وهكذا. ودي بتفحصها بالاوبتوكاينتيك درام او بالابلكيشن اللي قلت عليه اللي هو الاي هاند بوك هتلاقي جواه الاوبتوكاينتيك درام دي. ودي مهمه لامراض نيورولوجيكال اي امراض نيورولوجيكال او مش اي بعض الامراض النيورولوجيكال بتقدر تفيدك والله لو السنتر مثلا الفرونتال لوب افكتد فهتلاقي السكاديك موفمنت قليله مثلا يعني بلاش تفاصيل لكن دي من الفحوصات اللي بتتعمل لبعض العينين اللي عندهم نيورولوجيكال ديزيز. الزكاد مثلا انك انت بتخلي العيان يحرك عينه بسرعه من اليمين الشمال اليمين الشمال بتمسك حاجه في ايدك اليمين وحاجه في ايدك الشمال وتخلي العيان يبص مره هنا مره هنا وبسرعه لازم بسرعه يمين شمال يمين شمال وفوق وتحت برضه لان دي مهمه للكنترول بتاع الاي موفمنت. فولج بفيجونج تمسك حاجه في ايدك وتحركها قدام العيان من اليمين للشمال وكذلك برضه من فوق لتحت وتشوف الحركه اخبارها ايه. دي مهمه برضه لحاجات النيورولوجيكال ديزيز. دي تعملها للعيانين اللي هم فعلا عندهم حاجه نيورولوجيكال يعني مش بتعملها لكل العيانين. الفحوصات اللي في الاول اللي احنا قلناها الكفر تيست والبريزم كفر تيست طبعا لكل الناس موتيليتي لكل الناس لكن الحاجات الكونفرجنس والفولج بيفيجن والحاجات دي كلها بتعملها في بعض الحالات لما تبدا تشك يعني. وبعد كده يعني طبعا معلش انا اسف ان انا طولت عليكم لكن يعني حاولت بقدر الامكان اوصل لغايه الاكزامينيشن ان انا اعرف الاول اللي عنده حول ولا لا من الانامنيز هتوقع ايه والاكزامينيشن ممكن يطلع لي ايه. وبعد كده هنحاول تيمه بقى ان احنا يعني نشوف ايه الايزوتروبيا الانواع بتاعتها نقيسها ازاي نعالجها ازاي وكذلك بالنسبه للحاجات الثانيه. واسف مره ثانيه للاطاله. صراحة ممتاز جدا دكتور محمد رائع. ربنا يخليك. لو في اي حد عنده اي حاجة يحب يعني يسأل عليها يقولها فانا تحت امره. شكرا جدا دكتور محمد على المحاضرة very very يعني comprehensive and informative. ورب يعرف حسناتك يعني. لو في حد عنده أسئلة يا جماعة بعد إذنكم ممكن ترفع إيدك. في معانا دكتورة وسام هيديك المايك. افتح المايك يا وسام. أوكي ألو ألو أيوه. بدي أشكرك دكتور محمد يعني شكرا كثير. أنتو بصراحة بتعملوا مجهود رائع ومحاضرات كثير قيمة يعني بشكر زملائنا الأطباء المصريين. بدي بس أسأل لو سمحتوا ممكن تعملوا لنا محاضرة كمان لو حدا عنده يعني فكرة كويس عن عمل النظارات وخاصة عند الأطفال يعني مرات بنواجه مشكلة بالعيادة فياريت إذا في حدا عنده إلمام كويس ما فيش مشكلة ممكن في الأيام اللي بعد كده ممكن أجهز حاجة زي كده. شكرا كتير يعطيكم العافية. دكتور مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. في دكتور عباسي قدمت الموضوع بشكل سلس جدا 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 ورائع. ممكن بس إعادة بسيطة وسريعة بعد إذنك لموضوع الكفر تيست مع البريزمن ما استوعبت كثير. ما فيش مشكلة. شكرا جزيلا. اوكي البريزمن هنا تمام هنا مش كده؟ نعم هنا تمام. تمام دلوقتي انا
وصلت المرحلة ان انا عرفت العيان ده عنده حول داخلي او خارجي latent ولا manifest. عايز اقيس الزاوية بتاعت الحول دي اعمل ايه؟ القياس بيبقى عن طريق البريزم، ان انا بجيب بريزم احط قدام العين اللي فيها حول واغطي العين التانية وابدأ اشيل الغطاء من على العين اللي انا كنت عامل عليها الكفر، اشيله خالص اشيله خالص، اخلي العينين العيان يبص بعينين الاثنين، وده اللي احنا بنسميه السبونتان بريزم كفر تيست. وابدا ازود البريزم، اقعد ازود الارقام بتاعه البريزم لغايه لما اوصل لمرحله ان انا ما الاقيش اي حركه في اي عين من العينين الاثنين، وبالتالي كده انا وصلت للنقطه اللي انا قلت زاويه الحول دي 20 بريزم دايوبتر او مثلا 10 درجات. تمام، السبونتان بريزم كفر تيست بيقيس فقط التروبيا، يعني انا دايما بخلي العيان بقدر الامكان يبص باينوكولر، مجرد ان انا بس بقفل عين واشيل الغطاء من العين واشوف في حركه ولا مفيش. تمام، في حاجه هنا مش مفهومه، لو في حاجه معينه او حاجه معينه انت عايز تفهمها تحديدا قول لي عشان انا ممكن. لا تمام هي الموضوع الكفر تيست مع البريزم ما كتير كنت فهمانه، هلا يعني تقريبا مش الحال ان شاء الله تعالى. طيب. هي فكرة برضو عشان نقطة مهمة، قد يكون بعض الناس مش فاهمة البريزم بيشتغل ازاي. البريزم نفسه بيكسر الصورة، بمعنى انه والله حطيت بريزم قدام حاجة، قدام نور معين، النور ده هيمشي اللايت ريز بتاعته جوه البريزم وينكسر في اتجاه البيز. تمام، فلما يجي ينكسر في اتجاه البيز هيحصل ايه؟ الصورة بتاعته انت هتشوفها ناحية الايبكس، الناحية التانية. يمكن دي ما تبقاش واضحة شوية، يا ريتني كنت جهزت صورة، بس ما اعرفش يعني. هقول لك، انت دلوقتي حاطط بريزم قدام نور معين، النور هيتخلل البريزم وينكسر في اتجاه البيز. تمام، او كده الموضوع هيبقى معقد شوية. لا تمام، هلا انا فهمت الفكرة هون تماما. وبالتالي انت وقت اللي بتزيد قوة المنشور الكاسرة بتوصل لمرحله ما بقى في حركه بالعينتين، فبتكون حدد من زاويه الحول بالضبط، لانك انت البريزم فكرته ان انت بتحاول انك توصل النور من خلال البريزم، او بتوصل الفيكسيشن يعني التارجت على جوه البريزم، توصله للعين، توقعه على الفوفيا على قد ما تقدر. تمام، بحيث ان العيان يبقى فيكسيتنج على بالعين اللي فيها حول على التارجت ده. ولو العيان وصل للمرحله انه شايف بالفوفيا دي اللي هي بتاعت العين اليمين مثلا هنا التارجت، خلاص مش هيحتاج انه يحرك عينه عشان يبص عليه، لان هي واصله له اوريدي جاهزه من خلال البريزم. ومع البريزم بدي اساوي فقط كفر تيست ولا لازم اساوي ان كفر تيست كمان؟ هي القصه انك انت بتعمل كفر تيست. الان كفر تيست فايدته بس في الاول خالص انك العيان ده عنده فوريا ولا ما عندوش. لكن اخر حاجه عشان تقيس زاويه الحول اللي انت كمان بعد كده هتقرر عليها تعمل عمليه ايه، هو الالترنيرنت بريزم كفر تيست اللي هو الابيتسيتي. الابيتسيتي ده انك انت بتحط بريزم على العين اللي فيها حول وبتبدا تغير ما بين العينين الاثنين، مش بسرعه قوي، لازم تدي العين برده شويه فرصه انه ياخد الفيكسيشن بتاعه، ومره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، وتقعد تزود البريزمات لغايه لما ما تلاقيش اي حركه. تمام شكرا جزيلا، وصلت الفكره، شكرا جزيلا. طيب انا معلش فهمها، هعلق على الحته ديت. طيب يعني في ممكن فكره تيجي مثلا ان احنا البريزم نعليه على العين من غير اصلا ما نعمل كفر، فنقطه ان احنا نحط كفر ان احنا نعمل ديسوسيشن ما بين البينوكولاريتي، صح كده؟ بالظبط، عشان كده انت الالترنيرنت كفر بتعمل ما بين الاثنين، وبالتالي بتقيس الفوريا والترو الحول اللي موجوده على العين سواء ليتنت او مانيفست. عشان هو في الصوره الثالثه حاطط الكفر والبريزم على نفس العين. ما هو بيعمل الترنيرن، هو بيحاول يعمل الترنيرن دلوقتي، هو جه الناحيه دي ولسه هيروح الناحيه الثانيه ثاني، فاهم؟ ما هو مره كده مره كده. يعني هيروح بالعين الصوره الثانيه وحط العين هيروح بالعين على الكفر هو... ولا بالكفر والبريزم كمان؟ لا هيروح بالكفر بس، البريزم بيبقى ثابت على العين اللي فيها حول طول ما العين بيشوف بيها كويس، البريزم بيبقى ثابت، هو الكفر بس اللي بيتحرك. اوكي دكتور مصطفى تفضل. دكتور مصطفى اعمل unmute للمايك عندك لو انت عندك سؤال.
لا أنا طرحت سؤالي، شكرا جزيلا. الله يجزيك الخير. مثل الحال، شكرا جزيلا، الله يجزيكم الخير. دكتور وسام، لو سمحتوا لي بس أنا بدي كنت أسأل بالنسبة للشوبر تيست، دكتور محمد أنت بنستخدمه إحنا يعني إحنا ما ذكرناه بالفحوصات اللي مرت، أو هل هو كافي إذا إحنا عملنا الكفر والأنكفر تيست مش بحاجة للشوبر تيست؟ الشوبر تيست ده من التستات اللي بتعمل، هقول لك اللي بتعمل اكزامينيشن للفيوجن. تمام، العيان ده الفيوجن بتاعه عامل ازاي يعني هوري لك كده. بص بالنسبه للناس اللي هم اللي عندنا احنا يعني الناس اللي هم بيشتغلوا حول، المهم بالنسبه لهم انك العيان تعرف ده عنده فيوجن ولا ما عندوش فيوجن، وبتعمله بالباجوليني تيست. تمام، اوكي. في تستات ثانيه من الشوبر ممكن، وممكن كمان مثلا اللي هو الفورس في الورد فور دوت تيست، ده من الحاجات برضو اللي ممكن تعملها. لكن القصه زي ما قلت لك هي ممكن تستخدمه مفيش مشكله، بس مفيش حد بيشتغل حاول بيستخدم ده، هو بس انت عن طريقه بتعرف العين عنده سبجكتيف دبل فيجن ولا لا. تمام، ممكن تستخدمه مفيش مشاكل. هي الباجوليني اسهل واريح واسرع، ومش محتاج تلبسه نظاره، يعني مش محتاج تلبسه ريد جرين جلاسز. تمام، شكرا دكتور محمد، وضحت المعلومة، شكرا. في حد لسه عنده أي سؤال؟ لو حد عنده سؤال يقدر يفتح المايك ويتكلم. أنا بس بدي أطرح سؤال تاني بعد إذنكم. عند الأطفال ممكن نحن نسوي الفيوجن تيست، ممكن نسوي اللانك تيست. عند الكبار بالعمر ممكن كمان نسوي اللانك تيست، ولا في تيستات تانية ممكن نسويها؟ احنا بنعمل اللانك تيست لكل العيانين سواء اطفال او كبار. تمام. اللانك تيست زي ما قلنا هو 3 دي، يعني 3 دي تيست، يعني اللي هو الباجوليني ديفيوجن لو العيان اوريدي شافها خلاص بتدخل على المرحله اللي بعدها. بعد كمان دكاتره الاطفال بيستخدموا اللانك تيست للاطفال عشان يتاكدوا ان هم عندهم 3 دي تيست، عندهم 3 دي ولا لا. تعمل كل الاعمار، ما فيش اي مشكله. تمام. اوكي، هما. السلام عليكم، بس عندي سؤال. انا طبعا مو عربي بس احسي شويه عربي. سؤالي هو مثل تكمله المحاضره. شكرا جزيلا. على حسب بقى، يعني لسه بالاتفاق مع بقيه الزملاء، يعني لانه كل واحد لسه عنده تيمة وعايز يقدمها، فخلينا على تواصل يعني كده كده هنبقى متواصلين. حضرتك عرفت منين عن المحاضره؟ على شو اسمه، على الجروب مال الفيسبوك، الدكاتره السوريين، العيون السوريين. تمام، طيب خلاص، يعني ان شاء الله في نفس المكان هنحط الاعلان للمره الجايه ان شاء الله، وهنكتب المحاضرات اللي هنعرضها في المره القادمه باذن الله. يعني ان شاء الله، يعني احنا نيتنا مبدئيا تكون السبت الجاي، لكن هنبلغكم ان شاء الله بالاتفاق اللي وصلنا له ان شاء الله. طيب، فيلن دانك. في مجال أسألكم سؤال؟ تفضل. أنت بالأول دكتور عباسي حكيت أنه في البي بي زيمولتانس سين، وبعدين واحد بيقدر بيعمل تست للفوزيون، وبالنهاية بيقدر طبعا بيسوي للستيريوزيبسيس أو 3D فيجن. بأي تست أنت بتستخدمه حتى تعمل بروفونج للبي زيمولتانس سين؟ تمام. الزيمولتان يعني حاليا براكتيكالي ما حدش بيعمل خالص الزيمولتان زين خلاص، يعني ما حدش بيعمل الكلام ده تاني. يعني كان في زمان حاجه اسمها زينبتو 4 زمان كان بيستخدم، وبقى جزء من الماضي، ما عادش حد بيستخدمه تماما، وبتدخل على طول على الفيوجن، لان العيان ده حاجه من اتنين، يا عيان بيعمل فيوجن، يعني عيان عنده باينوكولار فيجن، يا عيان ما عندوش فيوجن اصلا. فمفيش مجال انك انت تشوف يعني الزيمولتان زين مش هيفيدنا كتير بعد كده براكتيكالي في الدياجنوز او حتى في التريتمنت، فبالتالي ما عادش حد بيعمله. فهمت عليك، كانوا ما سمعت حدا بحياته عمل بروفنج للبيزي موتال. لا خالص خالص، زمان هي القصه. انا كنت عايز افهم بس الستريوبسيس او الباينوكولار فيجن
بيبتدي ازاي؟ بيبقى خطوه بخطوه بخطوه، انك انت بتلقط صوره وبعد كده بتعمل كذا وهكذا، لكن مفيش تيست للزيموتانزين. يعطيك الف عافيه، محاضره جدا جدا قيمه، ربنا يخليك. شكرا. طيب لو مفيش حد عنده اسئله اضافيه، لو نقدر نشوف اقتراح الاخت اللي كانت بتقول، لو حد عنده لو حد بيدور على شتله، او لو احد الزملاء عنده شتله في المكان اللي هو فيه، ممكن يقول يعني يحب ينشر الموضوع، يعني ممكن يتكلم عنها. هل في البداية شتلة available؟ ممكن حد يتكلم عنها أو يعلن عنها؟ طيب حد حابب إن هو يسأل إذا كان في شتلة، يعني يقول إن هو بيدور على شتلة أو كده؟ وأنا دكتور أحمد، أنا عايز بس أنوه على حاجة، إن الفترة دي طبعاً بسبب الكورونا والظروف اللي بتعدي دلوقتي، في الانفاوت سيتس والبراكسس عاملين كورس أربايت، يعني هم دلوقتي لحد ما الموضع عندهم مش واضح، حتى لو كان في براكسس قبل كده أو انفاوت سيتس كانت في نيتها إن هي عايزة تعين ناس كتيرة وبتاع، كل الموضوع دلوقتي بقى انستيبل. فلو حد بيدور دلوقتي أعتقد إن هيبقى فيه فرصة أكتر في المستشفيات الكبيرة، أو لو في إنفوت سيت عايزة أو مزنوقين في حد يعني. فهي أنا بس عايز أنوه بس إن الفترة دي في التدوير على الشغل تقريبا هيبقى مش واضحة يعني، بس مش أكتر يعني. لو يعني غالبا لحد آخر خمسة الموضوع بيتكلموا فيه دلوقتي، بعد كده هتلاقي بقى يعني في لو الناس اللي كانت فعلا محتاجة وبتاع والكورس أربايت ده شون أبقوه من خلاص يعني، ممكن هتلاقي بقى الحاجات وضحت والناس هتعلن كتير يعني. وأنا عن نفسي لو في حاجة هتبقى قدامي هقول على طول إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. دكتور علي تفضل. ممكن تفتح المايك من عندك دكتور علي، تفضل. تقدر تتكلم. اوكي خلاص. طالما عندي بس اضافة تروحوا بعدين. ايه انا بس يعني انا شايف في بعض الكومنتات ان في ناس بتدور على اسئلة وفخ اسئلة وهكذا، ومش عارف في بعضهم كانت كمان معه ابروباسيون. فانا في بس في حاجة معلومة عاوز اوضح ليها، ان مش لازم يا جماعه السنتروم او الكلينيك تبقى عامله انتايج او اعلان ان احنا عاوزين او في شتله فاضيه. في كتير منهم جدا بيبقوا عاوزين بس مش عاملين انتايج، فبالتالي ممكن ببساطه شديده في المحيط اللي انت عاوز تشتغل فيه او تشتغلي فيه تعمل انيشيتيف بريبونج، انك انت اصلا تدخل على المكان وتعمل كونتاكت مع الشيف او الاتش دايركتور وتبدا ليفنز لاف او بريمس ماب وهكذا، ان انا عاوز اشتغل عندكم. والده في اماكن كتير، يمكن خمس اماكن مثلا اتعرض عليا فيهم انتاج وما كانش حاطين ان هم اصلا انسايجا، ويعني عملوا لي في التعاق كمان انجبوت وهكذا. فدي بس عن الخصيه، ان مش لازم تتنيكوا تدوروا او تنتظروا حد يقول لكم يا جماعه عندنا اشتراه فاضيه، لا شوفوا انتوا شغلوا ايه وفين وقدموا من نفسكم. والفرص كتير جدا جدا في الرمد، وانا كان ساعتها ما جيت ما كانش معاه ابروباتيون اصلا، ففعلا الفرص كبيره حتى للنشط الفاغن ده اللي ما عندوش خبره بس معاه ابروباتيون، فالموضوع مش صعب. بالتوفيق ان شاء الله. طيب هو عشان احنا بس دخلنا في الساعه الثالثه، يعني بنقفل الساعه الثالثه دلوقتي، ف يعني حابب اشكر الناس كلها اللي حضرت، وأشكر طبعاً زملائي اللي عملوا البرزنتيشنز، يعني مجهود مشكور طبعاً الدكتور محمد العباسي ودكتور محمد نصر. يعني إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي، وهبعت البوست
على آخر الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا لك يا أحمد، أنت نظمت الموضوع بصراحة بطريقة جميلة. نعم جزاك الله. إلى اللقاء. هبعت لكم النهاردة إن شاء الله الريكوردينج بتاع المحاضرة. تمام. تمام. السلام عليكم.